تمام. أنا سامي أبو الهيجة، أنا حالياً طالب دكتوراه بـ University of Southern California. اشتغلت بجوجل ريسيرش لأربع سنين، وحالياً عم بشتغل مع كذا شركة، بشتغل مع انتل زي contractor أو consultant، وبشتغل مع 3 startups، وبس بعمل machine learning basically. That's my joy in life. وحالياً عم بطبقها على graph structured data، واليوم بحكي لكم عن هاي الأشياء كلها. أوكي، فالتايتل اليوم machine learning on graph structured data. وباي ذا واي هي ايميلي sami@thisjosa.org. اذا حد عنده اي سؤال او بحب يعرف كثير اكثر عن الموضوع ابعثوا لي ايميل وبحب اتواصل معكم. اوكي، فاليوم رح نحكي عن الباك جراوند والموتيفيشن، ليش هذا الشيء اللي عم نعمله، وراح نفوت زي نعمل بريث، يعني نحكي عن كثير ديفرنت مودلز، يعني مودلز مختلفه الناس بيطبقوها يعملوا ماشين ليرنينج على جرافز. بعدين رح نغوص بكم من وحده فيهم، نعمل شويه دبث، وإذا ما أنا وقت زيادة رح نصير نحكي إنه كيف لو بدنا نعمل تريننج كتير أسرع، وبحكي عن هاي الأشياء إذا عندنا وقت إن شاء الله. فأول إشي الباك جراوند والموتيفيشن، ليش إحنا بدنا نركز على الجرافز؟ عشان الجرافز هي عبارة عن طريقة واحد بيقدر يحط فيها ديتا من مجالات مختلفة. على سبيل المثال، هلأ أول إشي الجراف عبارة عن نودز وأجز. النودز هم هاي الدوائر، هدول عادة كل نود بيمثل زي object عندنا مثلاً بالdatabase، وكل edge بتمثل زي relationship أو علاقة بين two objects. مثلاً في ممكن يكون عندنا social network. social network النودز هنا عبارة عن ناس، يعني زي فيسبوك، كل حدا عنده فيسبوك account، ممكن كل حدا عنده فيسبوك account نعتبره نود على social network، وبكون في edge بين شخصين إذا الشخصين هدول friends على social network. وبرضه مع كل نود ممكن يكون عندنا احنا شيء بنسميه اكس او فيتشر فيكتور. هذا الفيتشر فيكتور بيمثل شو خصائص النود. فرضا ممكن يكون عندنا لكل نود عندنا عمر البني ادم، الجندر تبعه اذا ميل او فيميل والى اخره. وممكن يكون مثلا واي هو عباره عن ليبل، الليبل هذا ممكن يكون عندنا اياه على بعض النود على كل نود، انواع الادفيرتايزمنتس او الدعايات اللي هذا اليوزر بحب يشوفها ويكبسها. هذا أول مثال لسوشيال نتورك ولا جراف بشكل عام. في عندنا كتير جرافز، كتير أنواع جرافز. مثلاً تقدر تفكر إنه الويب عبارة عن جراف، كل الويب سايتات بعالم عبارة عن جراف، أو نيوز أرتيكل عبارة عن جرافز. نيوز أرتيكل عبارة عن جراف إيش يعني؟ عند ممكن يكون في كتير أرتيكلز، كل أرتيكل فيه محتويات، هي الكلام الموجود بالأرتيكل، والإكس هو بكون محتوى الأرتيكل، هذا الفيتشر فيكتور. ممكن يكون الواي هو التايب تبع الارتكل، ممكن يكون عندنا ارتكل عباره عن بيبر عن الفيزياء، يكون عندنا بيبر ثانيه عن الكيمياء مثلا، هذول ارتكلز. والارتكلز هذول بيعملوا سايتيشنز لبعض، يعني اذا ارتكل عم بيعمل سايت لارتكل ثاني بنحط نحكي انه في ايدج طالع من هذا الارتكل لهذا الارتكل، فكمان هاي عباره عن جراف. واخر مثال راح اعطيه، ممكن نفكر انه بالكيمستري بالكيمياء، الكيميكال كومباوند، هاي تركيبه موليكيول معينة، هاي الموليكيول تحتوي على هيدروجين، كربون، أكسجين وإلى آخره. فمنقدر نمثل عبارة عن كل آتوم، كل ذرة نعتبرها عبارة عن نود، وفي كونكشن بين ذرة وذرة لو هم بيعملوا شيرينج لإلكترون، فهذا الإدج بيناتهم. فهلا نقدر نمثل الكيمستري داتا عبارة عن جراف. فزي ما شفتوا هلا حاليا في كتير أنواع جرافز نقدر نسأله، في أسئلة بحب أجاوبها هلا. أوكي، السؤال الثاني هلا، ليش بدنا نعمل ماشين ليرنينج على هاي الجرافز؟ عشان بالمجالات هاي المتعدده الناس مثلا اللي بيختصوا بهاي المجالات لهم مصلحه انهم يعملوا زي بريدكشنز او يعملوا يتنبؤوا معلومات عن هاي الجراف، معلومات ما شافوها بس بدهم يحذروا انها موجوده او يعملوا بريدكت انها موجوده. بدي اعطيكم زي امثله لبوبولار تاسكس، اشياء الناس بيعملوها كثير بمجالات الجرافز، وكل إشي اللي أحكيه هلا بتطبق على كل جميع الجرافز، سواء كان social networks أو chemistry أو citation أو article networks زي ما فرجيتكم قبل شوي. ممكن واحد بده يعمل predict لnode labels، يعني عنده الجراف والnodes فيها كل node مثل إشي، مثلاً كل node مثل user، بده يعمل prediction إنه هل هذا النode عنده property أو attribute معينة. فرضاً بده يعمل predict إنه هذا user راح يحب الadvertisement ولا لا. هذا عبارة عن نسميها نود بريدكشن أو نود كلاسيفيكيشن. ممكن في حدا بده يعمل بريدكت لميسينج ايدجز، يعني فرضا واحد عنده الفيسبوك جراف
مثلا فيسبوك عنده جرافيك كبيرة، وبهاي الجراف في كتير يوزرز مع عاملين فريندز مع بعض، بده فيسبوك كالجوريثم بده يصير يحذر ايش في ناس هم اصحاب بالحياة الحقيقية بس لساتهم مش اصحاب على الفيسبوك. فممكن بهذا البرنامج بفيسبوك يكون في مصلحة انه نقدر نعمل بريدكت للينك، يعني نحكي انه والله اليوزر 1 واليوزر 2 لازم يكون مشبكون بادج بس هم لساتهم ما انشبكوا بادج، هنسميه لينك بريدكشن. يعني زي كانه الجراف نعتبرها مش عارفين عنها، مش عارفينها 100%، نعتبر انه عارفين جزء منها وفي ادجز مخبيين بنحاول نعملهم بريدكت انه هم مخبيين عنا. هون عم بعطي مثال، ممكن الناس بدهم يعملوا بريدكشن ايش في بروتينز بيعملوا انتراكشن مع بروتينز ثانيين، مو ضروري يكون سوشيال نتورك، بس سوشيال نتورك كان بس مثال. نوع ثاني، ممكن واحد بده يعمل كلاسيفاي للجراف كلياتها، يعني بده يشوف جراف، فرضا يكون هاي الجراف ممكن تكون عباره عن كيميكال مولكيول زي H2O، وبده واحد يعمل بريدكت للفيزيكال بروبرتيز، فرضا بده يقدر يحذر قد ايه درجه الغليان تبع هاي المولكيول او الكومباوند، او مثلا هل هاي بتدوب بالمي ولا ما بتدوب بالمي، او مثلا قد ايه بتوصل الكهرباء ولا ما بتوصل الكهرباء. فهذول حاليا اشياء مختلفه جدا. يعني الاولى عندنا جراف بدنا نحذر معلومه عن نود معينه، هاي الاولى. الثانيه عندنا جراف بدنا نحذر معلومه بتربط نود ونود، هاي عاده نسميها edge classification او link prediction، او عندنا جراف بدنا نحذر شيء عن الجراف ككل. والشيء الثالث اللي ما راح احكي عنه اليوم، فينا نقدر نعمل generate the graph، يعني بدنا الالجوريثم ينشئ لنا جراف جديد، خصائص تبعت هذا الجراف بدنا نحددها للالجوريثم. ممكن نحكي له فرضا اعطيني كيميكال موليكيول عنده خصائص معينه، يعني ممكن انا احكي للبرنامج اذا انا دربته بهي الطريقه، بحكي له انشئ لي موليكيول جديد ممكن بحياته ما حد اكتشفه بالدنيا، بدي يكون بالضبط درجه غليانه هالقد، بدي يوصل كهرباء بهاي القيمه فرضا، بدي اياه مثلا اذا بدي افكك البونز تبعون عن بعض بدي احط هالقد في طاقه، ممكن احدد له بالضبط ايش بدي وبعطيه الموليكيول طبعا حسب التريننج الجوريثم اللي احنا دربنا هذا البرنامج. فهاي التاسكس البوبولار او الناس بيعملوها كثير على الجرافس. هل في اي سؤال؟ يمكن ما في، راح اضل مكمل. فهلا بدنا نعمل زي هاي ليفل للجراف الجوريثمز هذول، يعني اوكي فاين، حد عنده جراف سواء سوشيال نتورك او سواء كانت كيمستري او بروتين نتورك، في حد بده يعمل هلا بده يعمل بريدكشن لمعلومات على هاي الجراف، شو بده يعمل؟ النكست ستيب انه لازم يقرر ايش الموديلنج تكنيك. انا هلا راح احط الاشياء المشهوره بعدين راح اشرحهم باكثر ديتيل شوي. الاول موديلنج تكنيك هو الاول جراف امبيدنجز. شو يعني جراف امبيدنجز؟ جراف امبيدنجز يعني واحد بياخذ الجراف، هي عباره عن نودز اند ايدجز، وبروح بجيب كل نود من هاي الجراف وبحطه على امبيدنج سبيس. وإذا ما بتعرف شو يعني embedding space هلا راح تشوف شو يعني embedding space. فالواحد بس ياخذ النود يعملهم project على embedding space، بعدين بقدر وقتها يرمي الجراف، خلاص ما بحتاج للجراف طالما هو حطهم بال embedding space، بس بيخلي ال embedding space ما بيرمي ال embedding space. الاوبشن الثاني هو visualization احنا بنسميه. إذا حدا عمل training لمachine learning programs من قبل، مثلاً إذا أنتوا عم تتكلموا machine learning programs، في عادةً بيكون في regularization terms. مرات ناس بيعملوا مثلاً L2 norm على ال parameters. الواحد بيقدر يستخدم ال graph بال regularization term. وبهاي الحالة هو بيكون واحد عم بدرب model وبنفس الوقت بيستخدم ال graph as a regularization term. وبعد ما يدرب model ما بحتاج لل regularization term، فما بحتاج ال graph، ويقدر يرمي ال graph. يعني هذول التو اوبشنز، انه الواحد بيعمل شيء بالجراف بعدين برميها خلاص ما بده اياها، وبصير يعمل بريدكشنز بدون الجراف. الاوبشن الثالث الشيء اسمه جراف كونفولوشن، والجراف كونفولوشن هو جزء من شيء اسمه مسج باسنج. هذول الجراف كونفولوشن او مسج باسنج عباره عن ماشين ليرنينج مودلز، وبهاي الحاله بصير كل نود بيمثل حاله as a function بالنيبرز تبعونه. يعني نود مثلا عباره عن يوزر سوشيال نتورك، بدنا نحكي انه اليوزر هذا في عنده معلومات مثلا هل هو بحب هاي الاد ولا ما بحب هاي الاد. هاي الفانكشن اللي بتحسب اللي بحب الاد ولا ما بحب الاد بتكون عباره عن فانكشن اوف ذا نود، وبرضه النيبرز تبعون النود، يعني مين اصحاب هذا البني ادم.
اوكي. وبهاي الحاله، بالحاله الاخيره اللي هي الوحيده من هذول الثلاثه، الجراف لازم نخليها موجوده للتريننج وبرضه للانفرنس. التريننج طبعا لما ندرب الماشين ليرنينج موديل، الانفرنس لما نساله اسئله، زي لما نساله فرضا هذا اليوزر ايش بحب ادز، فرضا هذا نسميه انفرنس. بهذول الحالات كلهم الثلاثه، بس الاخيره اللي بنحتاج الجراف للانفرنس، بس اول تنتين ما بنحتاج الجراف للانفرنس. وهلا راح احكي بالديتيل شو يعني هذول الثلاثه. Actually يمكن في انا حاط ريفرشر، بس قبل ما ادخل على الريفرشر بدي بس اعطيكم صوره عن هذول الثلاثه، بعدين برجع للريفرشر. هاي بدي ادخل لانه اوريدي كنا عم نحكي عن هذول الثلاثه. الاوبشن الاول حكينا اسمه جراف امبيدنس. شو يعني جراف امبيدنس؟ هاي الجراف امبيدنس عندنا جراف فيها نودز وفيها ايدجز. هلا عندنا في 1 في 3 فيها كونكشنز مع بعض، بدنا نحطهم بشيء اسمه بسموه embedding space. embedding يعني ناخذ كل نود هنا بنفذه عباره عن نقطه بدايمنشنال سبيس. هذا الدايمنشنال سبيس في ناس بسموه يوكليديان سبيس، في ناس بسموه كونتينوس فيكتور سبيس. هو كل نود عباره عن نقطه بهذا السبيس. احنا حطينا لكم 2 dimensions على الشاشه اكس واي كوردينيتس، بس هو بالوضع الطبيعي الدايمنشنز راح يكون كثير اكثر، يمكن 100 دايمنشنز او 200 دايمنشنز، طبعا حسب عدد النودز وحسب شو التاسك اللي بدكم تعملوها. فالسؤال انه كيف الواحد بده يحمل الجراف كل نود منها ويحط امبيدنج سبيس. في واحد الفاكتورايزيشن، فاكتورايزيشن بيقدر حد يعمل فاكتورايز الادجيسنت ماتريكس او اللابلاسيان ماتريكس. هذول راح احكي عنهم بالريفرشر، يعني بدي ارجع شوي فوق قبل كم سلايد بعدين بحكي لكم ايش هو الماتريسز. واحد بده يعمل فاكتورايزيشن ماتريكس او لابلاسيان ماتريكس بيطمع عنده الامبيدنس هذول. واحد بده يعمل اوتو انكودر، اذا انتم عملتوا ماشين ليرنينج في اسمه اوتو انكودر، واحد ممكن يدرب اوتو انكودر على الادجيسنسي ماتريكس، برضه بنحكي عن تفصيل اذا بدكم. بس الموضوع اللي بيهمني اكثر هو الستيت اوف ذا ارت. الستيت اوف ذا ارت بيعملوا سكيب جرام اون سيميوليتد ووكس. شو يعني سكيب جرام اون سيميوليتد ووكس؟ بروح المبرمج المشين ليرنينج براكتيشنر، يعني انا او انت، بنروح نعمل راندوم ووكس. بنجيب الجراف عباره عن نودز اند ايدجز، نعمل راندوم ووكس، بنجيب كثير راندوم ووكس. شو يعني راندوم ووك؟ بنشوف مثلا عندنا هون حاليا، خلينا نفترض انه في عندي 10 نودز، ببلش بواحد فيهم ات راندوم، يعني ببلش ات راندوم اخترت في 3 مثلا. اخترت في 3، من في 3 بعمل راندوم ووك، يعني بحكي انا من في 3 بدي اخذ راندوم ايدج، يا اما باخذ بروح على نود 5 او بروح على نود 1. فبرمي كوين، كوين فليب بتكون 50% راح تاخذها على نود 5، 50% راح تاخذها على نود 1. فرضا كوين فليب اعطتني نود 5، فوقتها بنتقل لنود 5. نود 5 بعمل كمان كوين فليب، بدي اخذ واحد من 4 ايدجز. فرضا الكوين فليب اعطتني على نود 9 وسو اون، بعد 9 بعتني 11 اتسترا. هاي الراندوم ووك احنا هنا مثلناها تحت، هي عباره عن سيكونس. سيكونس بلشت ب 3 بعدين ب 5 بعدين ب 9 بعدين ب 11 بعدين ب 5. فالماشين ليرنينج براكتيشنر راح يعمل سيميوليت لكثير راندوم ووكس زي هيك. فكل راندوم ووك بتعطيه زي سيكونس، راح يكون كثير من هاي السيكونسز. هدول السيكونسز از براكتيشنر راح نحولهم لسترينج، لجمله لسترينج، بحيث انه تكون الكلمه الاولى بالسترينج، والنود اي دي تبع هو في 5 يكون الكلمه الثانيه. احنا زي كنا عم نصيغ جمله، يعني هاي الكلمه الاولى بالجمله، الكلمه الثانيه بالجمله، الكلمه الثالثه بالجمله والى اخره. هي عندنا عدد من الجمل. في عندنا شيء اسمه وورد تو فيك. وورد تو فيك هذا الجوريثم موجود بجنسم. جنسم هي المشين ليرنينج لايبرري بالبايثون. بتاخذ جمل لغه انجليزيه او جمل لغه عربيه، بتاخذ جمل احنا راح نعطيها النود اي ديز زي كانهم كانوا جمل لغه، نعطيهم اياهم. والوورد تو فيك هو لحاله لكل كلمه موجوده باي جمله راح يحطها بامبيدد سبيس. تمام. كمان شوي رح نحكي عن وورد تو فيك كيف هو اصلا بيشتغل، بحيث انه الامبيدنج سبيس هذا يعني لازم يكون بالنسبه لي بعطيني اليوتيليتي تبعتي، يعني عم بعمل شيء منيح للتاسك تبعتي. ف يعني اون هاي ليفل بدي اياه، بحيث انه اذا كانوا تو نودز مثلا مشبوكين بالجراف زي البي 5 بي 9، اذا مشبوكين بالجراف بدي اياهم يكونوا قراب من بعض بالامبيدنج سبيس. والوورد تو فيك بيعمل هذا الشيء اصلا. اذا في عندكم كلمتين مثلا باللغه الانجليزيه
يستخدموا كتير قريبين من بعض رح يحطهم جنب بعض بالبالين سبيس. رح نحكي عن وورد تو فيك كمان شوي بس بصورة عامة. بس قبل ما نروح على وورد تو فيك بدي أشرح شوي عن الماتريسيز تبعون الجراف. هل في سؤال؟ حالياً مش حاس في أسئلة. البني آدمين كلهم ميوتد ولا يعني في حد بده يحكي على الميكروفون ولا لا ولا بس السبيكر بده؟ لا المفروض انه ما حدا يكتب بس اللي هذا بيقدر يكتب. اي سي اوكي تمام. انا ما عندي مشكله لو انت كمان اميوت كلهم عادي. انا بس هذا كويستشن كان يصير شات ولا اقرا لك اياه؟ انا شايف الشات بس مش شايف الكويستشن اكشلي. اهيو سو ايتش نوت از كونسيدرد ا توكن اند راندوم ماركس بيند ا سنتنس. شكرا باسل. سو باسل بسالنا انه كل نود عباره عن توكن وكل واك عبارة عن sentence. صحيح هذا الإشي اللي إحنا بعين الاعتبار اللي عم نعمله قبل ما نمر على الوورتباكس. تمام. هلا أنا راح أحكي لكم شوي عن الداتا أو الماثيماتيكال ماتريسيز. ماتريسيز يعني عبارة عن في عندنا كذا ماتريكس بعمل represent في الجراف. هاي مثلا هاي عندنا جراف. هاي جراف عبارة عن فيها نودز A B C D E. ما مشبوكة بهاي الطريقة. الـ adjacency matrix في هذا الجراف شكلها زي هيك. طبعاً أنا حطيت الـ A, B, C, D, E على هنا as a title على الـ rows وعلى columns. بس بالواقع هو مش موجود عندنا هالـ A, B, C, D, E بس موجود عندنا الـ ones and zeros. طبعاً الـ zero أنا ما عم بحطه عشان ما يعجبنا الشاشة. وبرضه for efficiency إحنا ما عم نحطه. إيش عندنا هون؟ أن عندي بالجراف نود A مشبوكة مع نود B معناته الـ entry تبعت A, B محطالها 1. أوكي؟ و نفس الشيء كلهم يعني اذا بي مشبوكة مع اي معناته بي راح تكون مع اي فيها 1. فهلا انا بضطر على نود بي فرضا بطلع على الرو تبعه بحط عليه 1 1 1 ثلاث واحدات معناته نود بي عنده ثلاث كونكشنز او احنا بنحكي الديجري تبعت بي عباره عن 3 او 3. هاي الماتريكس عباره عن سيمتريك ماتريكس. شو يعني سيمتريكس؟ يعني لو حطيتوا انتم خط هون على الدياجونال وعملتوا لها ريفلكت على هذا الخط يعني ريفلكت يعني اعتبرون راي هذا الخط فهو بالواقع عبارة عن مراي. يعني إيش يعني؟ يعني إذا عملتوا لها روتيشن حوالي هذا الأكسس راح تنطبق على بعضها معناته كل 1 في مقابل 1 على الترانسبوز اللي هو across the diagonal. ليه إحنا عاملينها زي هيك؟ في حد بيعرف ليش هي أنا عملتها symmetric؟ إذا في حد بيعرف اكتب أو احكي بس كلكم muted. في حد عم بكتب أعطيكم ثاني يمكن؟ خالد ومهدي أو محمد عم يكتبوا. ما في مجال نعمل unmute بوقت الحالي. أوكي صحيح edges are two ways. مزبوط تمام. أوكي edges are two ways صحيح. هذا إحنا بنسميها undirected graph. يعني فيسبوك لما أنا أعمل add friend لحد لما حد يعمل لي accept إحنا نصير اثنين أصحاب. يعني أنا صاحبه وهو صاحبي على السوشيال ميديا. لو مثلا تويتر عباره عن احنا بنسميها directed edges. يعني كل حد يعمل فولو لحد والحد اللي نعمل له فولو مش ضروري يعمل فولو باك. ففي حالات عندنا بيكون undirected graph معناته اذا الاج صار بيكون في حالات لو الاج صار ممكن يكون بس لجهه واحده. لما يكون adjacency matrix symmetric معناته الاج بيصير على الجهتين زي ما انت حكيت. بنسمي احنا undirected graph يعني الاج ما عنده direction ما عنده لا يمين ولا شمال هي بتروح both directions. تمام. في عندنا إشي اسمه degree matrix. degree matrix هاي بتعطيني كل نود كم من connection عنده. يعني أنا حكي لكم 3 B عندها 3 connections فB عندها 3 هنا وD عندها 2 هنا. هذا عبارة عن diagonal matrix. شو يعني diagonal matrix؟ يعني entries بس بتكون محطوطة على diagonal. كل entries اللي برا diagonal بتكون عبارة عن صفر. يعني بس عندي على diagonal values برا diagonal ما في كله صفر. هم اسمها degree matrix. في عندي الـ inverse degree matrix هي عبارة عن الـ d to the power minus 1. الـ d to the power minus 1 هي عم تعطيني هلأ بدي أرفع كل entry هون لـ power minus 1. طبعاً لما ترفع رقم للـ minus 1 بيصير 1 over الرقم. تمام؟ ليش هذا إحنا نسميها d inverse؟ لأنك لو ضربت هاي matrix اللي هي d inverse بالـ matrix d سواء ضربتها من اليمين أو من الشمال راح تعطيك identity matrix. يعني مضروب الماتريكس هذه هاي الماتريكس هتعطيك identity راح تعطيك ones on the diagonal اللي هاي نسميها identity matrix عشانك هاي الانفرس تبعت هاي. يعني ايش اسمه الـ transition matrix.
اللي ترانزيشن ماتريكس لما تضرب الدي انفرس بالاي. ايش يعني؟ كيف اذا متذكرين الماتريكس مالتبلاي، ماتريكس مالتبلاي لما انا احط ماتريكس على الشمال وماتريكس على اليمين اضربهم مع بعض شو راح يصير؟ راح اخذ الرو الاول فرضا اللي هو هذا الرو، راح اخذ الكولم سوري الرو الاول من الماتريكس على الشمال، الكولم الاول من الماتريكس على اليمين راح اضربهم من بعض، تمام؟ وبعدين تاخذ مثلا الرو الاول بالكولم الثاني اتسترا. ممكن نستعمل سيميوليشن لهذا الضرب از هوم ورك ونشوف كيف بالضبط راح تنضرب القيم. معظمها صفار اصلا فراح يكون سهل انك تفكر بالموضوع. بس هاي شو بتعمل؟ هاي بتعطيني دي ماتريكس احنا بنسميها ترانزيشن ماتريكس. ترانزيشن ماتريكس هي زيها زي الادجيسنسي ماتريكس، بس انه الارقام بكل رو بكل سطر تجمع لواحد. يعني عندي انا ايه، عندي تو كونكشنز، عندي كونكشن لبي كونكشن لدي، هي موجوده فوق ايه هي النود، عندي كونكشن لبي كونكشن لدي. لانه عندي تو كونكشنز معناته راح يكون كل واحده فيها 1 هاف 1 هاف من ثلاثه. بي عنده 3 كونكشنز كل واحده عنده 1/3 1/3 1/3 والى اخره، تمام؟ هذه الترانزيشن ماتريكس. ممكن يكون عندي شيء اسمه فيتشرز ماتريكس او فيتشر ماتريكس، لانه انا عندي ممكن لكل نود عباره عن معلومات. فرضا عندي نود A عمره 19 سنه بيحكي انجليزي بيحكي اسباني عايش بامريكا، نود B عمره 58 سنه بيحكي انجليزي وعايش بكندا فرضا، تمام؟ هاي عندي هاي الماتريكس اكس. فلكل رو عندي نود وكل كولم عندي ذا فيتشر وفي فاليوز هون فيتشر فاليوز، تمام؟ هلا السؤال اللي بيطرح نفسه، لو ضربت تي تايمز اكس، هلا حكينا على الماتريكس مالتبلاي قبل شوي، لما اضرب تي تايمز اكس شو النتيجه؟ مين بيقدر يفكر يحكي شو نتيجه تي تايمز اكس؟ شو راح يطلع عندي؟ اعطيكم 5 ثواني اشوف اذا حد حيبلش يكتب. اوكي ما حدا مبلش يكتب، فانا راح احكي لكم الماتريكس مالتبلاي ايش يعني. يعني انا راح احمل فرضا خلينا نفكر شو بدي يصير بالمالتيبليكيشن فروم دايمنشنز برسبكتيف. يعني شو يعني دايمنشنز؟ يعني ابعاد الماتريكس اللي هي راح تكون نتيجه. عندي انا هنا حاليا 1 2 3 4 5 طلعت الحظ 5 يا سبحان الله، عندي 5 روز و5 كولم. نفترض انه انا عندي 10 كولمز just for the sake of discussion، عندي 10 كولمز على ماتريكس اكس وعندي 5 روز هنا. تي لازم تكون مربع سكوير ماتريكس 5 ب 5، تمام؟ يعني عدد النودز تايمز عدد النودز. X هي عبارة عن عدد النودز تايمز عدد الفيتشرز. فعندي الماتريكس الأولى T معتبرها 5 ب 5، الثانية السايز تبعها 5 ب 10. فالمالتيبليكيشن إز فاليد. شو يعني فاليد؟ يعني إنه عدد الكولمز تبعت الماتريكس الأولى يساوي عدد الروز تبعت الماتريكس الثانية، تمام؟ فمعناته المالتيبليكيشن بيكون فاليد. فالشيب تبع هاي الماتريكس رح يكون 5 ب 10 اللي هو بيكون تاخذ الدايمنشن اللي شمال من الماتريكس على الشمال، بتاخذ ماتريكس الدايمنشن اللي على اليمين من الماتريكس على اليمين، كل هذا هو الاوفر اول دايمنشن تبع المالتيبليكيشن. هلا هذا المالتيبليكيشن ايش راح يعطيني؟ افكر فرضا انا مثلا بالرو تبع مثلا الرابع، بعد ما اضرب فرضا تي تايمز اكس بدي ادور على الرو الرابع نتيجه البرودكت او نتيجه المالتيبليكيشن. اوكي في حد عم بجاوب and then you use this. اوكي تقريبا انا هلا راح احكي الجواب بشكل واضح. هلا اذا بدي ادور على قبل المالتيبلاي، اوكي بدي اضرب هذا الرو الرابع اعمل دوت برودكت، اوكي بالكولم الاول وبالكولم الثاني وبالكولم الثالث وبالكولم الرابع وبالكولم هو ده وين أنت العشرة قلم العاشر. فرضنا إن أقسم العشرة قلم، لما أضرب الهاف تايمز هاف عمل دوت برودكت مع هذا القلم، يعني بتحمل هاف إن هاف وتعملهم ترانسبوز، يعني بدك زي كأنه يعني تحط هذا النص الهاف والهاف بدك تشقلبهم بحيث إنه يكون هاف على قيمة 19 وهاف على قيمة 58 وبعدين حكي يجيهم صفر 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 صفر. يعني الأول راح ينضرب بنص، الثاني راح ينضرب بنص، بعدين ينضربوا بصفر صفر صفر صفر، بعدين راح ينجمعوا، تمام؟ فايش بيسكلي انا شو عملت؟ بيسكلي انا رحت اخذت الافرج، الافرج تبع النودز اللي دي شابكه عليها، دي مشبوكه مع ايش؟ دي مشبوكه هي عندي الدايركت مشبوكه مع ايه؟ مشبوكه مع بي، اوكي؟ فاذا انا اخذت بيسكلي هذا اللي هو هاف هاف وباقي اصفار ضربته بهذا الكولم
رح يطلع عندي اخذ الافرج ايج بين 19 و 58. انا سيء بالرياضيات لما يكون منتل مات زي هيك. نفترض الافرج تقريبا 40، فنحكي 40 اوكي، رح يكون افرج رح يكون 40 تقريبا. بعدين رح ناخذ هذا النص والنص نضربها بهذا الفكتور اللي هو speaks English 11101، رح نضرب هذا الهاف بهذا الفكتور. هلا رح نعمل averaging basically، يعني هذا دي on average كل اصحابه بيحكوا انجليزي، on average هنقد العمر الافرج تبعون اصحابه تمام. فاحنا ممكن نصير نفكر بالماتريكس اللي رح تنتج لنا اللي هي تي تايمز اكس، رح يكون الدايمنشن تبعونها بالضبط زي الدايمنشن تبعون اكس اوكي، بس بدنا نعمل ريبليس وقتها، بدنا نشيل كل القيم اللي باكس بنحط فيها الافرج تبعون النيبرز على الفيتشر. يعني فرض انا بروح على الرو تبع دي بحط هنا 40 اذا حد كان الافرج ايش تبعون اصدقاء دي تمام، بروح سي بحط الافرج ايش تبعون اصدقائه، بروح مثلا هنا على سبيك سبانيش عندي بحكي قديش من اصحابك الافرج بيحكي سبانيش، هذا رح يكون النتيجه تبع تي تايمز اكس. مفهوم؟ اذا مفهوم ناس تقولي مفهوم على تقولي يس. مفهوم. اوكي مفهوم، شكرا. حلو، طلع في اوديو تمام. في شيء اسمه لابلاسيان ماتريكس، هاي لابلاسيان ماتريكس. لابلاسيان ماتريكس هي عباره عن الديجري ماتريكس اللي هي على الشمال، تطرح منها الادجسنت ماتريكس دي ماينس اي، دي ماينس اي تعطيني لابلاسيان ماتريكس. اليوم ما راح احكي عنها كثير لابلاسيان ماتريكس لانه ما في وقت، انا بحب كثير هاي الاشياء ولو في برزنتيشن بالفيوتشر بحب اتعمق كثير بهذا المجال. لابلاسيان ماتريكس او ال هاي بتعطينا relaxed estimates ل NP hard problems. يمكن أخذتوا into algorithm classes كرشن NP hard. NP hard هي عبارة عن problems إنه ما لهم حل في polynomial time، الحل تبعهم لازم يكون exponential أو جرب كل possibilities. في problem اسمه graph partitioning، يعني عندك graph بدك تقسمها بطريقة بحيث إنه عدد ال edges اللي أنت عم تقسم، مثلاً تقسم graph لنصين فرضا، تحكي إنه عدد ال edges اللي بيقطعوا القسمة يكونوا as few as possible، يكون عندك اقل عدد من الاجهزه بيقطعوا اوكي. بنعمل بارتيشننج بهي الطريقه. فهاي جراف بارتيشننج اتس ان ان بي هارد بروبلم، بس هاي لابلاسيان ماتريكس لو انا حسبتها بصير استخدم الايجن بيسز، يعني بعمل ايجن ديكومبوزيشن او بجيب الايجن فيكتورز تبعون لابلاسيان ماتريكس، هذول الايجن ديكومبوزيشن او الايجن فيكتورز بعطيني ريلاكسد سوليوشن، يعني بعطيني سوليوشن تقريبا بيساوي السوليوشن تبع هاي بروبلم. يعني عندنا ان بي هارد بروبلم كثير صعب نحلها، فلما حسبنا لابلاسيان ماتريكس نحسب الايجن فيكتورز تبعونها بصير عندي كويكلي اواي اعمل استيميشن للسوليوشن تبع الان بي هارد بروبلم. هذا اول شيء بحلو بلابلاسيان ماتريكس، بعطينا سوليوشن للان بي هارد بروبلمز استيميت طبعا مش السوليوشن الحقيقي. وبرضه تعطيني زي كانه بتحط الداتا على اكسس. شو يعني على اكسس؟ يعني مثلا انتم عندكم مثلا اي بي سي دي هذول النودز، ما في شيء اسمه فرضا مين النود اللي على يمين مين النود، يعني ما فيش دايركشن على الادجز. هلا في ادجز مثلا انه اوكي اي وبي مفكوا مع بعض، حكى لكم اندركت معناته اذا اي شابك مع بي معناته بي برضه شابك مع اي، بس مثلا ما في شيء ناتشرالي بالجراف. مثلا بدي احكي انا مثلا بدي اتجه لاتجاه اصحابي اللي متعلمين اكثر، او بدي اتجه لاتجاه اصحابي اللي عمرهم اكبر، او بدي اتجه لاتجاه اصحابي اللي مثلا دارسين او بيحكوا فرنسي او اسباني. ما في هاي الدايركشن على الادجز مش موجوده. الايجن بيسز تبعون لابلاسيان ماتريكس بحطونا دايركشن زي هيك، بتكون انت هذا النود اذا بدك تروح عند الناس اللي بيروح بيحكوا انجليزي فرضا امشي باتجاه هذا، فبتحط اتجاهات على الادجز بتكون لها معنى حسب الفيتشرز. طبعا هذا ما راح نحكي عنه اليوم، بس بكون بعطيكم فكره شو هي لابلاسيان ماتريكس. اجين هي الديفرنس هي الديجري ماينس اي، ومنها بتاخذوا نايس ثينجز زي كنا نحكي لكم سولوشنز ان بي هارد بروبلمز. اي سؤال؟ تمام راح اكمل هلا. هذا حكيت لكم عن الجراف امبيدنج، ما راح ارجع اعيده، بس اجس بدي احكي لكم انه هو لو عملتوا فاكتورايزيشن للادجسنس ماتريكس او اللابلاسيان ماتريكس على طول بصير عندكم امبيدنج سبيس. شو يعني فاكتورايزيشن؟ فاكتورايزيشن فرضا ايجن ديكومبوزيشن، يعني ممكن واحد ياخذ ادجسنس ماتريكس يحسب الايجن دي الايجن فيكتورز تبعونها، طبعا سايكت ليرن او نمباي يحسب لكم الايجن فيكتورز. فبتاخذ انت مثلا انه الايجن فيكتورز تبعون كل نود تحكي هذا الامبيدنج. اوكي بدي احكي لكم شوي عن الورد فيك. طب كيف اصلا الورد فيك بيشتغل؟ الورد فيك هو عباره عن الجوريثم بياخذ جمل كثيره، هو معمول او توكنز، توكن ورا توكن ورا توكن، هاي التوكن بيكون بجمله
يبلش أول راندوم. شو يعني راندوم؟ يعني لكل موجود بالدكشنري عندكم أو بكل الجمل اللي عندكم التوكنز، بعطي كل توكن راندوم بوزيشن. يعني بعمل سامبل فرضا from uniform، مثلا عندكم into two dimensional axis، بحكي for each dimension، dimension x dimension y، بدي أحط v1 براندوم كيس v2 براندوم كيس etc. وبعدين بصير يعمل iteratively يعني يضل يعيد هاي العملية، بروح ياخد sentence at random، يعني جملة random يسحبها، وبعدين بهاي الجملة بحكي لك أنا بدي أخد anchor node يأخذه at random، بختار إنه node 9 فرضا، بعدين بختار node حوالي context node مثلا v3 يكون قريب منه مش بعيد منه، بختاره برضو at random، وبحكي أنا بدي أحرك يعني stochastic update، بده يحرك v9 اللي هو anchor node، بده يقربه على v3 شوي، تمام؟ فإذا بدكم تعمل هاي العملية many times، embedding space برتب حاله بطريقة إن النودز اللي أو التوكنز اللي جنب بعض كتير بتكون تقرب على بعض، تمام؟ هذا algorithm word to back طبعاً إنه very high level، مش هأدخل بالmathematical details كلها. أوكي، أي سؤال قبل ما أحكي لكم النوع الثاني من اللي graph algorithms أو الأوبشن الثاني؟ تمام، في حد عم بكتب، معرفش اذا اعطيكم ثانيه. اوكي طلع عن جد ما في مجال نعمل انميت. هو اصلا في ناس حكوا غير الهوست، فتخيل كل بقدر يحكي بس الناس ما يس اكشلي الناس بيقدروا يعملوا انميت حتى لو دخلوا انه listening only، يردوا يضغطوا على الايكون تبع السماعات وراح يطلبوا منهم انه اذا بدهم يدخلوا كمايك يعني يحكوا. السؤال تبع ناجي is it the same as embedding words؟ صح مزبوط كلامك ناجي. احنا شو عملنا قبل شوي، احنا هذا بالضبط اللي انا بشرح الword to back، هذا الامبيدنج تبع الكلمات او تبع الwords اللي انا عم بحكي لكم اياه، انه the simplest graph embedding algorithm أو node embedding algorithm هو بياخد الجراف بيعمل simulate the random walks وبياخد كل هدول الwalks زي ما حكيتكم يمكن هدول هذا السايز بيعمل simulate كثير random walks، بياخد كل هدول الwalks ببعتها ل word to vec أو any NLP embedding algorithm. يعني ممكن يستخدم word to vec، ممكن يستخدم glove، ممكن يستخدم BERT، إيش ما بدك. فهو basically إحنا عم بدل ما نعمل implement algorithm ونتعب على المشين ليرنينج تبعه، بس نعمل راندوم ووكس، هذا سهل ككودينج، نبعث راندوم ووكس هاي لورد تو باك. فهو الورد تو باك هو بيعمل امبيدنج للوردز، وبالواقع ما اعطينا ووردز، احنا اعطينا نود اي ديز، بس هو مش رح يفهم الورد تو باك اذا هي كلمه حقيقيه او انا اخترعتها. فبيسكلي صحيح كلامك، انا عم بستخدم الورد امبيدنج الجوريثم حتى اعمل امبيد للنودز تبعت البداية. اوكي في ناس لسه عم بتبعوا، بحس اسهل تحكوا بالمايكروفون اذا ما عندكم مانع عشان ما استنى لحد ما تخلصوا، بكون اسرع الحكي من الطباعه. اوكي هاو جود ار ذا جنريتد ابروكسيميت سوليوشنز تو ان بي هارد بروبلمز؟ محمود منصور بسالنا انه قبل شوي حكيت لكم هاي اللابلاس ماتريكس بتعطيكم استيميشن لان بي هارد بروبلمز، بحكي لك هاو جود از ذا استيميت. اللي بروفس بيحكوا لنا انه no one can estimate better than this، يعني this is the best estimates that anyone can get، يعني لل NP hard problems، ف يعني it's the best estimate basically. ادخل بالشيء الجديد هيك احسن ولا استنى مش عارف. اوكي اذا ممكن اكمل الموديلنج اوبشن الثاني، حكينا كثير عن الامبيدنس. اوكي هذا السؤال اجى if you entered as a snake only if you want. لا بس لا بس توضيح انه كيف ممكن الناس يحكوا اوديو. اوكي اذا حابب يحكي اوديو يكبس الاوديو بوتن من تحت صح، وبعدين تسمع بالضبط لانه بجوز الناس لا بجوز الناس بالضبط دخلت listening only، حتى لو دخلوا listening only بس يضغطوا على في headset icon يضغطوا عليه يضغطوا مرة تانية بحيث إنه يسألهم بدهم يدخلوا as a listening only مرة تانية ولا إنه بدهم يعني يفعلوا their mic وبيقدروا يسألوا يعني بعضها. تمام وهاي الحالة مش ضروري يفصلوا صح لهم جابين. yes. أوكي تمام. اوكي هلا بدي احكي عن الموديلنج اوبشن الثاني، احنا بنسميه جراف ريجولاريزيشن او بنستخدم الجراف از ا ريجولارايزر.
شو يعني بالضبط؟ هون أنا عندي جراف نفسها. هلأ أنا عندي كمان حطيت feature vectors، يعني عندي مع node 6 feature vector. طبعا هذا ممكن يكون زي ما كنا نحكي social network، إنه X فيها عمر بني آدم، بحكي إنجليزي ما بحكي إنجليزي، وين عايش، etc. ممكن تكون إيش ما بدك، ممكن تكون X عبارة عن فيديو فيلم كامل مثلا youtube.com، كل نود عبارة عن فيديو، والإج بيمثل أصلا بيوتيوب إنه الكوواتش، يعني هالفيديو هذا انحضر كتير مع الفيديو هذا. فرضا في عندك الأمازون، في اسمه co-purchase graph. يعني co-purchase graph، ما حد يشتري product من أمازون ونفس البني آدم يشتري product تاني، بروح بنحط إج بين product أو التاني، بيحكوا لك هذا الإج معناته إنه هذا product انشر كتير من users اللي برضو اشتروا هذا. يعني users who bought A also bought B، أو مثلا يوتيوب users who watched video one also watched video two، بس بناتهم إج هذول الفيديوز. تمام. فهلا شو الاكس؟ الاكس اتس ديبندز اون ذا ابلكيشن، از سوشيال نتورك معلومات اليوزر، از يوتيوب بتكون الفيديو، يعني فيديو البيكسلز على كل فريم والاوديو على كل فريم، الامازون بتكون معلومات البرودكت اتسترا. فهلا نحكي اكس وبلاش نحكي شو هي اكس بالضبط، لانه ديبندز اون ذا ابلكيشن. احنا ممكن نتخيل انه حدا يعمل نورال نتورك على الاكس. طبعا شكل النورال نتورك بيعتمد على طبيعه الاكس، لو صوره بدها تكون كونفولوشنال نورال نتورك، اذا فيديو ممكن تكون ال اس تي ام نورال نتورك. أنا مش راح أحكي اليوم عن neural networks، بس راح أحكي عن graphs. نفترض إنه في عندنا neural network اللي بتأخذ ال x اللي هي input، سواء كان صورة أو فيديو أو معلومات الآدم، وبدها تعمل له mapping ل y. ال y هو label space. Label space برضو depends on the application. فرضاً بفيسبوك عندنا معلومات اليوزر، وبدنا نحكي ال y مثلاً يكون هاي الخضرة مثلاً، هل هو بحب add of type 1 الدعاية من نوع رقم 1، هل هو بحب ال add نوعية رقم نوع رقم 2 وإلى آخره. فعندنا نور نتورك تأخذ معلومات اليوزر وبتتنبأ لي شو الأز اللي هو بيحبها هذا اليوزر. وهاي النور نتورك عم بدي أعملها رانينج لأكثر من نود بنفس الوقت، عملها رانينج على نود 6، بعملها رانينج على نود 11، وقتها بتعطيني بريدكشنز إيش هذا اليوزر بحب أنو أز. طبعا بالبداية هاي النور نتورك ما بتكون دقيقة، ما بتكون مدربة، إحنا بدنا ندربها. كيف بدنا ندربها؟ يوجري بدنا ندربها، بدنا يكون عندنا training set، يعني نشوف مثلا مين اليوزر بسوا على اي advertisements، وهاي training set تبعتي مين كبس على اي ads ومين ما كبس على اي ads، هاي بتكون training signal. هلا لما واحد يدربها بده loss function او objective function. هاي neural network لما عملها run على x6 اللي هي الفيتشرز تبعون هذا النود تعطيني prediction h6، ولما عملها run على x11 تعطيني prediction h11. فرضا انا عندي الجراوند تروث، عندي انا بعرف ان هذا اليوزر حب هاي الاد وهذا اليوزر حب اد سواء هاي او واحده ثانيه، وفي كثير يوزرز انا ما بعرفهم ايش بحبوا لسه، بس انا عندي شويه اوبزرفيشنز بعرف انه هذا ايش حبوا او ايش ما حبوا من ادفرتايزمنت. تمام. بدي احط هاي اللوس فانكشن، هاي الاوبجكتيف فانكشن الكامل. بدي ابلش فرضا انه اشرح عن اليمين، شو هذا اللي على اليمين؟ هذا اللي على اليمين احنا بنسميه كروس انتروبي، هذا ما له دخل بالجرافس. هذا لو انتم عندكم نورال نتورك ما عندكم جراف بالمره، عندكم انتم فيتشر فيكتور لكل نود، فرضا فيتشر فيكتور ل x11 فيتشر فيكتور ل x6، بتحطوا فيتشر فيكتور تبع x11 بالنورال نتورك، بعطيكم هذا فيكتور بنسموه h6. هذا ممكن يكون الاوتبوت اوف ا سوفت ماتس او اوتبوت اوف ا سيجمويد او لوجيستيك لاير. فنفترض انه اوتبوت اوف لوجيستيك فرضا، يعني كل قيمه خضراء هاي الرينج تبعها بين 0 ل 1، لانه اللوجيستيك فانكشن تعمل لي ماب بالاخير انه يكون سير قيمه كل انتي بين 0 و 1. بدي احكي انه انا بعرف الليبل تبعت النود 6. ايش يعني الليبل تبعت نود 6 او الليبل تبعت نود 11؟ شو يعني الليبل؟ هاي انا كل قيمه رينج بين 0 و 1، الواي هو عباره عن فيكتور، باينري فيكتور. باينري فيكتور يعني الفيكتور هو فيه 1 و 0. مثلا انا عندي اربع قيم، يكون واي عندها اربع قيم، الشيء من يكون صفر عشان يكون يكون واحد. فرضا نعتبر واحد صفر صفر واحد على سبيل المثال، معناته اليوزر حب هاي الاد وحب هاي الاد بس ما حب الادز اللي بالنص فرضا. تمام. فهاي الفانكشن الواي لوج اتش هاي بتعمل بنسميها احنا كروس انتروبي. كروس انتروبي بتصير تحكي رح لو نعملها مينيمايزيشن، يعني لو احنا بدنا نعدل البارامترز اللي جوا النيورال نتوركس، هاي البارامترز على الناس، لو بدي اعدلهم راح اعدلهم بحيث يكون هذا الاكسبرشن صغير جدا. ايش يعني لما اصغر هذا الاكسبرشن ايش بصير؟ معناته بصير الاتش بتصير قريبه من الواي، يعني انه لما يكون حسب التريننج سيت انه اليوزر بحب هاي الاد هي عليها 1، راح يصير الاتش فيكتور راح يصير هون برضه 1 عليها. تمام.
هذا اللي حكيته عن اليمين so far بعتبره quote unquote standard. هذا الإشي الطبيعي الناس بيعملوا machine learning بدون graphs. يعني الناس بيكون عندهم صور بحط كل صورة بconvolution neural network بالأخير بحكي بدي ال cross entropy بين الليبل تبع تبع المودل تبع هالصورة والgrand truth بديهم يكونوا مطابقين أو يشبه بعض. فالناس بيعملوا minimization across entropy هذا ما له دخل بالgraph. بس لما إحنا نفكر الgraph طب شو راح يعطينا هذا الgraph؟ لأنه أنا بعرف فرضا إنه نود 6 ونود 11 عندهم أج مع بعض، معناته أنا بدي أعمل إشي، بدي أحكي إنه البريدكشنز تبعون نود 6 ونود 11 بديهم يكونوا قراب لبعض. يعني أنا الترم تبع المينيمايزيشن ترم صار الكروس انتروبي اللي هي على اليمين اللي هي أوريدي موجودة بكل المشين ليرنينج مودلز، بدي أضيف عليها الترم اللي على الشمال أحكي إنه بما إنه H6 وبما إنه 6 and 11 are friends أو عندهم أج على الجراف، بدي يكون feature vector اللي طالع من الموديل لاثنيناتهم قريب من بعض. بدي أقلل من الديفرنس. هون الديفرنس أنت عم تطرح vector من vector، لما تطرح vector من vector بعطيك برضو vector. إحنا عم ناخد ال L2 norm of the vector، يعني قديش طول الفرق بيناتهم أو قديش بعد distance عن بعض دول vectors. بدي أخلي إن distance تبعهم يكون قريب من بعض. فهلأ ال parameters تبع neural network رح يصير يتدربوا بطريقة بحيث إنه إذا إشي عنده edge بيناتهم رح يحطهم قريب من بعض، وبنفس الوقت رح يكون عندهم accuracy good accuracy عشان عم بحط اللي cross entropy. تمام؟ هل في سؤال؟ هذا السلايد الوحيد اللي أنا أصلاً حاطه عن الgraph regularization. تمام؟ بس بدي عنها شوية animation. هلأ أنا بدي أعمل replace صورة شلت ال h حطيت f، لأنه ال h هي عبارة عن h6 مثلاً عبارة عن f of x6، ونفس الشيء h11 عبارة عن f of x11. فهنا أنا بس عم بحط indication إنه هذا feature vector جاي مع النود، وهذا running the neural network على feature vector. أوكي، ونفس الشيء عمل replace برضو على اليمين. فبالأخير الـ overall objective اللي هو يعني نفكر بكل اللي بيقراف كشكل كامل، بدنا نروح نعمل sum لـ i and j. i and j اللي هم every pair of nodes. يعني مثلاً ممكن in sum of the summation يكون مثلاً i عبارة عن 9 وj تكون مثلاً 3. الترم هذا اللي على اليمين a i فاصلة j هذا adjacency matrix، بدي أخذ row i column j، هذا يحكيني أما 0 يا أما 1. إذا 0 معناته i and j مش connected على الجراف، إذا 1 رح يكون connected على الجراف. فهون أنا عم بحكي كل إشي اللي هو connected بدي الvalue تبعت الفانكشن يكون قريب لبعض. أوكي، وعلى اليمين سواء connected أو مش connected بدي label accuracy تكون عالية، اللي هو هذا cross entropy term اللي على اليمين. تمام؟ إحنا هون أخذنا الـ output of the neural network، كان output لازم يكون متقارب، بس بالواقع مش شرط تعملها على الاوتبوت لاير، ممكن تعملها على الميدل لاير. ممكن تحمل انت الاشي الازرق، هذا الازرق هون والازرق هون، تحكي بدي الازرق يكون متقارب لبعض لونهم ادجز على الجراف، مش شرط تحكي بدي الاوتبوت النهائي يكون متقارب. اثنين اشياء يعني معروف الناس سووهم. اول مره هذا الاشي طلع كان ب 2006، يعني هذا الاشي مش جديد اللي عم نشرحه. هل في سؤال؟ في حدا عم بكتب؟ اوكي، اقرا. Is it possible to add new data to an already trained word vec model, for example, without retraining it? هذا سؤال كتير حلو. الجواب تبعه يعني حسب كيف صيغة ال word vec model. إذا كان ال word vec model مدرب زي ما word vec مدربينه، ما أظن في طريقة exactly recovers. بس في ناس بيعملوا زي heuristics، بتقول لك إنه والله بدي أعمل averaging حسب النيبرز تبعونها. بحالة بس يعني انت عم تدخل عم تسال سؤال انا كثير مهتم فيه كريسيرش دايركشن. في طرق لو كان عندك اختيار معين للاوبجكتيف فانكشن، ما انا حكيت لك وورك باك، انا ما راح احكي لك عنه ان ديتيلز، قلت لكم انا هاي ليفل هيك بعمل وورك باك. بس بالواقع هو في له معادلات رياضيه حتى يعمل الامبيدنج. المعادلات الرياضيه فيها كروس انتروبي تايم زي هيك، تمام؟ فاذا انت بتدرب وورك باك بكروس انتروبي صعب تعمل له ابديت وتضمن انه هذا زي كأنك عملت retrain from scratch، صعب هاي تضمنها. بس لو تختار objective function تانية مثلاً زي بدأنا تكون y log f، ممكن تحط y minus f. إذا اللي عندك y minus f هاي بتقدر تعملها update without retraining. في طرق يعني حسب objective function. بجاوبك السؤال ناجي.
بس اذا بدك تحكي تمام بهذا الموضوع ابعث لي ايميل وما عندي مشكله ما في شك تحكي. اوكي سو النوع الثالث من الموديلنج هلا سوف حكينا عن تو ريمبر حكينا عن الاول جراف امبيدنجز نجيب الجراف نحط كل نودز بامبيدنج بالامبيدنج سبيس بعدين بنرمي الجراف الريجولاريزيشن عندنا نورال نتورك بدنا نبنيها على كل نود وبدنا النورال نتورك تكون بحيث انها دقيقه اكيوريت وبحيث انها اذا نودز جنب بعض بدها تكون سيميلر اوتبوت وبس انا ادرب النورال نتورك برمي الجراف وبضل عندي النورال نتورك خلاص هاي مدربه والنورال نتورك وقت الانفرنس يعني بس نفرجيكم اياها تاخذ بس الفيتشر فيكتور اكس ما بتاخذ الجراف فور دوينج تريننج هي اخذت الجراف از بارت اوف ذا اوبجكتيف لانه حطينا هون الادجسنسي ميتكس بالتريننج اوبجكتيف بس طالما ضربت اف اف بس بتاخذ الفيتشرز تبعون النود اف ما بتاخذ الادجسنسي ميتكس فاف بقدر اعملها رننج بعد ما اعمل تريننج بدون ما يكون عندي الجراف اوكي النوع الثالث اللي اسمه graph convolution وهذا جزء من message passing ففي عندنا شيء اسمه message passing models وجزء منها شيء اسمه graph convolutional models هدول النوع الثالث بيحتاجوا للgraph للtraining وللinference وهلا راح نشوف شو هم بهذا level اوكي في ناس تعبانين في حبة break ولا نكمل شباب صايمين ممكن طب كل واحد هيك يوقف شوي على الكرسي ياخذ مصاميخ حرك حاله مجانات خضر فيصل كنت احكي لك انه زي ما تحب اذا بتحب تاخذ بريك او هاي اوتيو انا ما عندي مشكله بس اذا الناس هم يعني اذا بحس حسيت حالي حكيت كثير اشياء فيمكن بغطهم شوي فيمكن بدهم هم يتنفسوا ولا ايش رايك اي ثينك عادي لا انه اتس جود بيس وهذا وده تمام يعني. اوكي طيب تمام هلا نكمل زي هيك اوكي هلا نحكي عن المسج باسنج هذا البيبر اللي انا ما اخذناها هاي السكرين شوت طلعت ب 2009 هاي على حسب علمي هي اول جراف نورال نتورك يعني اول نورال نتورك مربوطه على جراف بدي اشرحها بشكل عام وبعدين بنحكي عن اشياء اللي هي ستيت اوف ذا ارت الاشياء الجديده فبشكل عام هاي عبارة عن neural network. The neural network عندها components. خلنا نحكي. The component الأول نسميه F. The component الثاني نسميه G. يعني وعندنا F. تمام؟ هذا ال F وال G شو قصتهم؟ نطلع على F على F فرضا. كل F عبارة عن يعني تقريبا هاد زي RNN إذا بتعرفوا RNN أو LSTM إذا بتعرفوا LSTM بس نفكر شوي بخصائص يعني هذا عندي انا فور روز هذا الرو الاول هذا الرو الثاني هذا الرو الثالث والى اخره هي الجراف الحقيقي اللي عندي الجراف فيها اربع نودز عشان هيك انا عندي اربع روز لكل نود في رو الرو الاول للنود الاول تمام نشوف شو قصة النود الاول النود الاول مشبوك مع نود 2 ومشبوك مع نود 4 والنود الاول عنده فيتشر فيكتور ال1 للأسف بهاي البيبر ما سموها X1 سموها L1 أنا استخدمت X لأنه X هي الصيغة البيبرز الجديدة بتسميهم X بس هاي البيبر القديمة سمتها L فهون عندك L1 هي الـ attributes تبع النود 1 وعندهم برضو حكوا لك عندنا edge attributes يعني فرضا L يعني نود 1 نود 2 فرضا ممكن يكون عندك انت feature vector للـ edge نفسه احنا ما حطيناها من قبل يعني تفترض انه مثلا عندك اذا عندك friend on Facebook ممكن يكون عندك features على الادج نفسه فيتشرز ايش ممكن يكون فيها متى صرتوا فريندز اون فيسبوك هذه عباره عن فيتشر التاريخ مثلا قد ايه عندكم صوره ان كومن صور مع بعض ممكن عندكم فيتشر ثانيه قد ايه انت عامل كومنت على ستيتس تبعه او شيء هذا فيتشر ثالثه والى اخره ففرضا عندهم نفترض ان كل ادج عنده برضه فيتشر فيكتور هذا نود 1 بما انه عنده تو كونكشنز مع 2 اند 4 ندور هون على الرول الاول الرول الاول شوف هاي الاف تبعته عم تعطي المعلومات تبعتها لنود 2 ونود 4 لان هي مشبوكه مع نود 2 ونود 4 وبالنكست ستيب شو عم تاخذ هاي الاف تاخذ معلومات من 2 ومن 4 فبيسكلي كل هون كل اف تعطي معلوماتها للافس تبعون النيبرز وبتاخذ معلوماتها من تبعون النيبرز طبعا هاي اف عباره عن ماثيماتيكال فانكشن شو يعني ماثيماتيكال فانكشن فيها ماتريكس مالتيبلايز فيها سم فيها ايش مكان بس احنا بنحكي فروم هاي ليفل مش عم نحكي شو صيغتها بالضبط هاي الفانكشن
هاي الفانكشن بتروح بتجيب المعلومات من النيبرز، اوكي، بتعمل معادله معينه فيها ممكن تكون لايرز نيورال نتورك لايرز، وبتعطينا معلومه، المعلومه هاي تنتقل الى النيبرز والنيبرز بياخذوها المره الجاي والى اخره. فهلا بنعمل لها هاي النيورال نتورك اف، نعملها رانينج تي نمبر اوف تايمز، هي كابيتال تي، اوكي، وعلى تي على مثلا فرضا انت حطيت تي ايكوالز 10 فرضا، على ال 10th step بناخذ القيم تبعون كل اف، كل اف بتمثل نود، بنحطها بسموها حاليا بالعلم الحالي read out function، جيها read out يعني read يعني اقرا، و out يعني اقرا يعني اقرا لبرا، بدنا نقرا من هذا الخط، بدنا نقرا لبرا شو المعلومات اللي بتلخص نود نمبر 1، هي اسموها O1 او الاوتبوت تبع نود 1، وهي الاو او الاوتبوت تبع نود 2، تمام. طبعا هدول شو بنسوي فيهم حسب التاسك، شو يعني حسب التاسك؟ لو التاسك عندك مثلا نود بريدكشن او نود كلاسيفيكيشن، فرضا في عندك ناس من النود، مش كلهم، مثلا تنتين منهم فرضا، تعرف الليبل تبعهم، الليبل تبعهم فرضا حسب الابلكيشن، مثلا بحب هذا العدد ما بحب هذا العدد، بتروح تقارن الليبل فيكتور اللي هو بحب هذا العدد ما بحب هذا العدد بي او، بتقارنه وبتعمل مينيمايزيشن للديفرنس. طبعا اجين كيف تعمل مينيمايزيشن للديفرنس؟ بدك تحسب الديفرنس، ويجوا الناس بيحسبوا الديفرنس يوزنج كروس انتروبي، يعني بيعملوا لوج للاو وبحطوا الليبل على شمال اللوج، وبعمل مينيمايزيشن للنيجاتيف اوف هذا الاماونت، تمام. هذا اول مسج باسنج الجوريثم من ماشين ليرنينج اون جرافس. هل في اي سؤال؟ اوكي، طيب راح اكمل. هلا راح احكي عن شويه دبث، يعني شوي بدي اتعمق، يعني كل شيء حكيناه سو فار عباره لساته عن هاي ليفل، يعني ما دخلنا بالتفصيل باي واحد فيهم، فاذا عندكم فرصه اسالوا اسالوا هلا. بس ممكن سؤال، والله بالنسبه للطريقه الاولى اللي هي الامبيدنج، شفنا انه يعني الامبيدنج سبيس هو بيمثل بس يعني ريليشن بتوين نودز، يعني انه هذا النود قريب على هذا النود، بس ما شفنا الفيتشر فيكتور كيف ممثل بالامبيدنج سبيس. وفي حال لو عندي انا بروبرتي على الايدجز كمان بالامبيدنج سبيس، كيف الايدجز يعني فت ان بالامبيدنج سبيس؟ شكرا. اوكي تمام، شكرا لك. اوكي، السؤال كان الامبيدنج سبيس حاليا بس كان ممثل من الادجسنسي ماتريكس وما فيه الفيتشر فيكتور. انا طبعا شرحت لك كيف الطرق هدول حاليا بس عم بياخذوا الادجسنسي ماتريكس او بيعملوا راندوم ووكس على الجراف وما حطوا الفيتشرز بعين الاعتبار. هلا في كثير مودلز حاليا بياخذوا بوث ادجسنسي وبرضه الفيتشر فيكتور. انا ممكن اعطيك يعني مثلا على سبيل المثال يعني امثله، مثلا انت عندك هذا الامبيدنج سبيس اللي بتحطه، نفترض انه عباره عن حطيتك تو ديمنشنز، بس نفترض انه عباره عن مثلا 50 ديمنشنز، تمام. هلا كل قد ايه هاي طول كبر النيتس فيها المعلومات، هي عدد النودز تايمز 50، تمام. هلا انت ممكن تجيب ماتريكس ثاني، عندك انت الاكس ماتريكس، الاكس برضه ممكن تكون فرضا نمبر اوف نودز تايمز سمثينج ميبي تايمز 100، اذا عندك لكل نود عندك 100 فيتشر، ممكن تحكي اوكي انا عندي هلا ماتريكس ثاني فيها نمبر اوف نودز تايمز 100. هاي ممكن انت تلخصها تلقائيا للسمالر امبيدنج سبيس. كيف بدك تلخص مثلا ماتريكس السايز تبعها n تايمز 100، تلخصها ل n times 5 فرضا. كيف بدك تلخصها؟ في كثير طرق، في شيء اسمه PCA principal component analysis، في اسمه TCA طريقة بس تصغر الدايمنشن تبع كل رو تبع ماتريكس او تحطه ب embedded space، فبتستخدم TCA او PCA فرضا. في كثير methods ثانية زي isomap، ما رح ندخل فيهم بالتفاصيل، بس basically هي معروفة عملية انك كيف تلخص ماتريكس n times 100 ل n times 5، هي سهلة وفيها كثير حلول، بس انك تلخص ماتريكس n by n ل n times 5 هاي مش كثير معروفة او لها حلول اقل خلينا نحكي. وهي اللي احنا حطيناها هون، عندك مثلا 5 n by n ماتريكس بتلخصها ل n times 5 فرضا. بالواقع انت ممكن تعملهم concatenation، يعني مثلا تجيب انت الادجسنسي ماتريكس تحكي اوكي انا هاي بدي الخصها using احدى هدول الميثودز. هلا بصير عندنا بدل n by n بصير عندنا n الفيتشر ماتريكس بتلخصها ل n times 5 using PCA، تروح تحطهم مع بعض بصير عندك مجموعة n times 10. هذا احد الطرق، يعني طبعا في طرق كثير مختلفة.
الشيء اللي برضه بدي اصبحه هلا هو بياخذ هو طريقه ثانيه، يعني الطريقه اللي قلت لك اياها شفويا هي احدى الطرق. الطريقه الثانيه انك ممكن تستخدم اللي هو جراف كونفولوشن، وهلا راح نحكي عنه. انا عندي سلايدز اصلا عن هاي البيبر، هي ممكن تكون ادفانسد او ممكن اكشلي ممكن اعطيها هلا جست از ا هاي ليفل. وبرضه بعدين بندخل بالجراف كونفولوشن اللي هو عن طريقه لو عندي ادجسنس ماتريكس ولو عندي اكس ماتريكس كيف بدي احطهم بالانبيدنج سبيس. هاي طريقه ثانيه غير اللي حكيت فيها شفويا. تمام عدنان؟ تمام شكرا. عفوا. اوكي طيب تمام. فهلا هاي بيبر بنيوربس 2018 اسمها واتش يور ستيب. طبعا نيوربس واي سي ام ال واي سي ال ار هذول انا يعني حاليا عم بجيب معلومات منهم، هذول التوب كونفرنسز او احسن اماكن للمشين ليرنينج او حتى ليرنينج اون جرافس. اوكي فهلا يعني حكينا احنا كيف اون هاي ليفل هذول الميثودز اللي بروح لهم سيميليت لراندوم واكس عشان امبيدنج، وبروح ببعث الراندوم واكس لورك باك. طبعا واحد ممكن يصير يفكر انه شو عم بيصير اندر ذا هود، يعني مثلا هاي الميثود اللي اسمها ديب واك اللي هي حكيت عنها قبل شوي بتعمل سيميليت لراندوم واكس تبعتهم لورك باك. هذول الميثودز انهم بيستخدموا وورك تو باك از ان امبيدنج الجوريثم، بيستخدموا وورك تو باك، والورك تو باك نفسه از ان الجوريثم حتى از ا فانكشن بالجنسن لما تستدعيها الفانكشن هاي تعطيها انت الجمل تبعونا، برضو تعطيها شيء اسمه مثلا learning rate، تعطيها شيء اسمه context window size. هذول parameters that Jensen word to vector او اي word to vector implementation. طبعا اذا هذا البارامتر بتغيره، اذا انت بتغير هاي البارامتر بتغير context window size او بتغير learning rate راح يطلع معك embeddings مختلفين، يعني ما بيكونوا مطابقين. ف السؤال انه قديه نحط القيمه تبعت هاي الهاي بارامتر سي اللي هو الكونتكست ويندو سايز، هنحطها مثلا 5 هنحطها 20 قديه لازم نحطها؟ هو الجواب على هذا السؤال حسب الابلكيشن، يعني مثلا حسب الجراف. بالنسبه لنا احنا انترستد ان جرافز، فرضا احنا هون نجيب مثلا فيسبوك نتورك، نجيب بي بي اي نتورك، نجيب ويكي بوت، نروح نعمل ران لنوت باك او ديب واك، هم هذول شبيهين لبعض، اثنيناتهم بيعملوا سيميليتر راندوم واكس، بعث الراندوم واكس لورك باك، واثنيناتهم بيستقبلوا البرامتر اللي هو الكونتكست ويندو سايز اللي ببعثوه لورك باك. فانا ممكن اعمل امبيد لهي الجراف، هاي الجراف اسمها بي بي اي بروتين بروتين انتراكشنز. هاي الجراف كل نود عباره عن بروتين، والبروتين بيكون عنده ايدج مع بروتين ثاني اذا كان هذا البروتين بيعمل انتراكشن معه، يعني بتفاعل معاه كيميائيا. هاي الفيسبوك نتورك عندنا كل نودز بيكونوا عندهم ايدج تو نودز اذا هم فريندز اون فيسبوك. وهي عندنا ويكي بوت، ويكي بوت هذول على ويكيبيديا في ناس عندهم اكونتات وفي ناس عندهم زي كانه عندهم more permissions than ناس ثانية على ويكيبيديا، بيعملوا فوتنج لبعض انه انا بثق بهذا اليوزر وانا بثق بهذا اليوزر. فهي الفوتنج نتورك، هاي دايركتد هذول اندايركتد. بس anyways احنا ممكن ناخذ اي واحد من دول الجراف نستدعي عليها نود تو باك اللي هو زي ما حكيت بالواقع احنا سيميليت راندوم واكس، حيبعث السيميليشن لا وورك تو باك وراح يبعث معها السي. ممكن نعمل رن للالجوريثم مره بسي ايكوز 1، نعمله مره ثانيه سي ايكوز 2، مره ثالثه سي ايكوز 3 والى اخره، وتحت كل value of C عم بعطيني embeddings مختلفين. بروح ايش بعمل؟ بروح بفحص التاسك تبعت كل هدول اللي احنا عم نعملها بهاي البيبر. التاسك انه بدنا نشوف اللينك prediction accuracy، يعني لو انا جبت embeddings من node to vec تبعون PPI واستخدمت C equals 1 اوكي بطلع عندي embeddings، بهدول embeddings بدي اعمل تاسك معين، بدي اعمل link prediction فرضا. تمام؟ يعني ممكن تتخيلوا انتم كيف واحد بيعمل لينك بريدكشن باستخدام الامبيدنس. بروح بلاقي النود وبحكي ايش اقرب نودز علي اللي انا لسه ما عندي ادجز لهم، وبدي احكي انا لازم يكون معي ادج هون. يعني هذا لينك بريدكشن حكيناها باول التاك، هي احدى التاسكس انه لو عندي جراف مش كل الادجز معروفين كيف بدي اعرف الادجز، او بدي اتنبا الادجز اللي لساتهم ما انعطوا لي كالجوريثم. ف basically بنروح نعمل embed ب different values of C، وكل value بيعطينا different accuracy for the link prediction task. يعني لو C equals 1 بتعطيني accuracy تقريبا 90% او 87%، لو C equals 9 بتعطيني تقريبا 70%. فكل graph بتفضل different value of C، يعني مثلا Facebook بتفضل C equals 2، PPR بتفضل C equals 1، Wikivote بتفضل يكون value of C يكون كبير بحيث تعطيك good accuracy على التاسك اللي هي لينك
بيكسل. تمام؟ فالواحد لازم يعمل رن كثير مرات وكل مره يجرب يفهم باليو سي لحد ما يكون معه جود امبالانس. هذا حاليا هيك الحياه كانت. بس هاي البيبر بتحل الموضوع، بتحكي لك اوكي هذا الفاليو اوف سي هل نقدر نعمل له ليرنينج اوتوماتيكلي بدون ما نعمل رننج مثلا 10 مرات، انه من اول مره خلص نعمل اوبتمايزيشن معين بحيث يعطيني امبيدنجز ويعطيني فاليو اوف سي. والجواب انه اه صح بصير نعمل هذا الشيء. حتى نعمل هذا الشيء بدنا نحلل شو عم بصير، بدنا نحلل بالضبط شو هي البروسيس اللي عم بتصير لما تدخل الجراف على الالجوريثم يطلع الامبيدنس، شو عم بيصير بالنص؟ بيصير في وورك سيميليشن وبصير برضه وورك تو باك. فبدنا نفهم كيف الوورك سيميليشن الوورك ران وورك سيميليشن، نفهم بالضبط كيف بيصير رياضيا، لازم نفهم بالضبط شو بيصير رياضيا بالوورك تو باك حتى نقدر نعمل اوبتمايزيشن للبروسيس هاي كامله. فاحنا ممكن نفكر رياضيا ايش عم بيصير، وما بدي كثير ادخل بالتفاصيل لانه مبدأ من هذا التوك أنا سألت فيصل وحكى لي أخليها مور إنتدكتري، ما أخليها كتير كتير إنه متعمقة. فبدي أحكي لكم الخلاصة تبعتها. الخلاصة تبعتها كالتالي: في عنا ماتريكس اللي هي ترانزيشن ماتريكس، هاي عم بأشر عليها تي، تمام؟ فرجيتكم إياها هاي من أوائل السلايدز. هاي نذكركم هاي عبارة عن adjacent ماتريكس بس الروز sum to one، لازم يكون مجموع كل رو واحد. فيك أنت ترفع هاي الماتريكس للقوة K، مثلا تفاح القوة 1 وتفاح القوة 2 وتفاح القوة 3. شنو تفاح القوة 2 أو تفاح القوة 3؟ يعني تضربها بنفسها 3 مرات فقط، هيك يعني تفاحها القوة 3 ميتكس. بدك تاخد احنا بنسميه هذا الجيومتريك سم. جيومتريك سم يعني انت ترفع ايش القوة 1 ترفع القوة 2 ترفع القوة 3 تجمعهم كلهم مع بعض، هذا اسمه جيومتريك سم. يعني تجمع كل التي للديفرنت باورز from power 1 to power capital C تجمعهم مع بعض، تمام؟ نضرب كل واحد فيهم بكوفيشنت. هذا الكوفيشنت عبارة عن رقم، يعني فكر فيه إنه رقم هذا سكيلر، يعني مثلاً ممكن يكون مثلاً 1 2 3 هيك يعني سكيلر. هذا الرقم كل ما تزيد كي هذا الرقم عم بيقل، تمام؟ هلأ اللي بدي أوصلكم إياه إنكم لو حللتوا العمليات اللي عم بتصير براند الموارك سيميليشن هي بيس أون ذا كوين فليبس، وحللتوا العمليات اللي عم بتصير بورد تو باك، بتكتشفوا إنه الليرنينج كله، كل الليرنينج اللي عم يصير هو راندوم ووك سيميليشن بعدين اعطوها لورك باك. تقدر تحكي بدل ما اعمله هذا بالكودينج بدي اعمله رياضيا هذا الليرنينج. كيف تعمل رياضيا؟ بتروح تنشئ هذا الاكسبرشن زي هيك، هاي الاكسبرشن هلا بشرحكم عنه بس شوي. تنشئ هذا الاكسبرشن وبتعمله مينيمايز، بتعمله مينيمايز عندنا البارامتر تبعونه ال وار. هذا بالواقع هو وورك باك مع الراندوم ووك سيميليشن. فانت بدل ما تعمل كود بعمل سيميليشن، بتروح انت بدك تحسب هاي الماتريكس، تحسبها بتروح ترفع تي تو باور 1 تي تو باور 2 تي تو باور 3، تضرب كل واحد فيهم بكونستانت، الكونستانت يكون ديكاينج. شو يعني ديكاينج؟ يعني تي تو ذا 1 عندها اعلى كوفيشنت، تي تو ذا 2 عندها كوفيشنت اقل، تي تو 3 عندها كوفيشنت اقل. وبعدين بتعمل له بتروح بتعمل لهذا هاي تطلع عندك عباره عن ماتريكس تي تو ذا كي، هي عباره عن ماتريكس ان باي ان، كلهم ان باي ان، فبنجمع مع بعض بقول لك ان باي ان ماتريكس. وبدك تعملها نسميها matrix decomposition، يعني بدك تجيب two matrices L and R بحيث لو ضربت L and R مع بعض بيعطوك approximation لهاي matrix اللي هي E to the E of D اللي هي basically هذا السطر، تمام؟ فنقدر نعمل ال L and R هم بيحكون ال embedding space، يعني L بيحكون فيها لكل node في عنا embedding vector، وال R وضحت لنا embedding vector لكل node. L and R مع بعض هم بيعطون ال embedding space كامل، تمام؟ فأنا بقدر احسب ال ان ار بحيث اعمل مينيمايزيشن بهذا الاكسبرشن. عملت هذا الحكي بكون زي كاني بالضبط عملت رانينج لورك تو باك على السيميوليتد راندوم واكس. هلا السؤال بيطرح نفسه انه احنا لما ندرس وورك تو باك، او وورك تو باك هي عباره عن 1 ان ال بي الجوريثم، في عندنا ان ال بي الجوريثمز مختلفين زي جلوف فرضا، اتس ا ديفرنت ان ال بي الجوريثم. الجلوف بعطينا شوي رياضيا زي كانه صيغه مختلفه، فالكوفيشنت هو بيتغير بس الكل شيء ثاني بضل زي ما هو، بس الكوفيشنت اللي بيتغير. فالسؤال انه ليش الكوفيشنت يكون شكله زي هيك، او ليش يكون شكله زي هيك؟ ليش ما انا اسمح له يتعلم اي كوفيشنت بده اياه؟ هذا اللي عملناه احنا بهاي البيبر. حكينا احنا انه هلا نعمل مينيمايزيشن عندنا تي تو ذا كي، وعندنا على كل ترم ايش اسمه كيو كي. انا بدي اتعلم بوث كيوز هاي كيو 1 كيو 2 كيو 3، وبدي اتعلم برضه الار، وبدي احكي للجراف انه انت اختار السي تبعتك، او انت حدد لي وين بدك تحط القيم تبعون العاليه على هلا بجيكم بالضبط ايش هذول الكيوز بتعلمهم.
يعني انت حدد لي اذا انت بدك سيكوز 1 او سيكوز 3 او سيكوز 4 باي سبيسيفاينج هاي الفيوز انه الالجوريثم حاله بتعلم الفيوز والامبيدنجز. فبعدين احنا بنشوف انه بعطينا جود ريزلتس انه بعطينا احسن من بريدكشن ريزلتس موجوده مثلا هاي كل الداتا سيتس هاي الاكسس عندنا 93 اتسترا والباقي ديفرنت مودلز بعطينا اكسس اقل تمام. برضو في ممكن نشرحك هلا على المور اكسبيرمنتس بس بدي احكي لكم عن شو بتعلموا الكيو ديستريبيوشن. هاي احنا بتذكر عم نتعلم الكيوز والكيو اذا كان معظم الباور على 1 ايش يعني معناته هو تي تو ذا 1 اللي هي ترانسميت باور 1 عم بعطيها اعلى قيمه اعلى كوفيشنت. بس بدي اقارن ب ايش البست فاليوز تبعون سي لو احنا بنعمل رانينج لنوت تو باك مثلا انت رانينج لنوت تو باك بسي كوز 1 او سي كوز 2 او الى اخره بعطيك هاي القيم احسن ايش تعمل رانينج مع سي كوز 2 بس لازم تضطر تعمل رانينج 10 مرات تعرف انت هذا الجواب. احنا هون اوريدي البرنامج تبعتي معظم الويت لهذا الكوفيشنت اللي هو الفيرست كوفيشنت وبعدين شوية ويست ل 2 onwards. ال PPI بحكي لك انت لازم تعمل رانينج مع سي كوز 1 بس يعني معناته كل نود لازم بس تطلع على جاره ما في نود تطلع على جاره اللي ابعد منه بشوي يعني يعمل امبيدنج. نفس الشيء احنا الكيو تبعنا بتعلم يحط كل الويت على النيبرز اللي هو الفيرست ستاك نيبرز النودز اللي جنب بعض والويكي فوت عم بحط ويت على نودز حتى up to 10 steps away. وهدول اذا تفكروا بهذا الدياجرام هالدياجرام هم تقريبا يعني they agree with each other بس هذا طلع اوتوماتيك معنا تمام. ممكن اذا عندكم اي اسئله هون اسالوا بس بدي احكي لكم شوي عن الجراف كونفولوشن بحس عشان وقتها بكمل كل انواع المودلز. ناجي سال سؤال what does a parameter exactly mean when they say GPT 3 billion parameters for example. اوكي هلا الGPT هذا انا صراحه مش كثير قوي بالناتشرال لانجويج بروسيسنج بس هذا GPT عباره عن ناتشرال لانجويج موديل راح يكون لكل وورد لكل كلمه مثلا باللغه الانجليزيه بعطوها زي امبيدنج فيكتور تمام. فالسؤال مثلا قد ايه حجم الامبيدنج فيكتور هذا فرضا انه حجم الامبيدنج فيكتور هذا 100 فرضا فانت بتروح بتجيب 100 هذا 100 بارامتر لكل كلمه بتضربها بعدد الكلمات باللغه الانجليزيه راح يطلع معك فرضا مش عارف in the hundreds of millions بعرفش قد ايه بالضبط الرقم يعني. بعدين بيحكوا لك اوكي لكل كلمه في رقم اللي هي number of parameters وبرضه غير هيك في انه neural network فبدهم يحسبوا هذا الجي بي تي بتفعله عند 3 billion parameters هو عباره عن عدد البارامترز لكل كلمه زائد عدد البارامترز بالneural network. فهذا الجواب على سؤالك ناجي. اوكي طب بدي احكي شوي عن الجراف كونفولوشن وممكن نوقف بقى من هون لخمس دقائق او 10 دقائق بحيث اذا عندكم اسئله نجاوبها واذا ما عندكم خلاص ترتاحوا تروحوا تحضروا اكل اذا بدكم الافطار. هلا الجراف كونفولوشن هو نوع من المسج باسنج حتى احنا نشرحه ونعطيه حقه لازم شوي نحكي عن الايمج كونفولوشن لانه الايمج كونفولوشن هو الشيء اللي ادى لاختراع الجراف كونفولوشن. الإيمج كونفولوشن شو يعني إيمج كونفولوشن؟ في منكم أكيد بيعرفوا إيمج كونفولوشن إذا عملوا نورال نتوركس على صور أو كونفولوشن نورال نتوركس. هو عبارة عن نوع من اللايرز يعني تعرف نورال نتورك فرضاً هي عبارة عن ديب نورال أو ديب ليرنينج بيكون عندك مثلاً الإنبوت بدخل على الموديل الإنبوت تتحول لقيمة ثانية بعدين تتحول لقيمة ثالثة بعدين لقيمة رابعة بعدين لقيمة خامسة بعدين تطلع الأوتبوت. لما تحولها انت خمس مرات هاي القيمه من شيء لشيء لشيء معناته الدبث تبعت النتورك عباره عن خمسه. الدبث يعني قديش عمق النورال نتورك. فكل مره بتحول قيمه لقيمه انت بتعمل احنا بنسميها ترانسفورميشن. فالكونفولوشن هي عباره عن نوع من انواع الترانسفورميشنز. شو يعني بالضبط الكونفولوشن؟ هاي بحاول اشرحها باستخدام هاي الصوره. عندك انت هاي الانبوت للنورال نتورك هاي فرضاً أنت هلأ على الفيرست لاير على أول لاير على كل بيكسل في عندك values على كل بيكسل عندك vector اللي هو شو هذا الفكتر فيه حالياً فيه ثلاث قيم R, G, B قيمة الأحمر الـ red pixel والـ green pixel والـ blue pixel. فعنا كل نقطة حمراء هنا عم تقرأ 3 sized vector أو RGB value وهاي الـ patch هي عبارة عن مربع من الصورة محفوظ. بدنا نحول هذا المربع من الانبوت تبع اللاير
بنحولها لنقطة أو value واحد على الأوتبوت تبع اللاير. هاي عملية التحويل كيف تصير؟ بده ينضرب هاي القيم الموجودة هون بماتريكس. هاي الضرب عملية الضرب راح تكون element wise multiplication. شو يعني؟ يعني هون أنا عندي RGB values فرضاً عند هاي البكسل، بدي أخذ القيم تبعونها. هون عندي هذا الفلتر إحنا نسميه، هذا الشيء اللي إحنا عم ندربه، عم نخليه يحدد شكل نفسه. بدنا نضربه بحيث إنه هون عنده برضو RGB، عنده 3 values. القيم اللي هون راح تنضرب بالقيم اللي هون، والقيم اللي هون راح تنضرب بالقيم اللي هون، وبعد كل عمليات الضرب راح ينجمعوا مع بعض لرقم واحد، راح نحط الرقم هون. هذا عبارة عن a convolutional layer. يعني basically البكسل هاي تبعت الأوتبوت راح يكون فيها قيمة، تتحدد قيمتها من الفلتر، قديش قيم بالفلتر، تتحدد قيمتها من القيم أو الباتش اللي هون، تمام؟ كيف راح تكون ملونة أو كيف شكلها اللي هون. فهاي الباتش راح يكون في value. لما نحرك هاي الباتش على اليمين مثلا one step، راح تعطينا الفاليوز اللي على يمينها. طبعا الفاليوز تبعها تكون مختلفة، لأنه الفاليوز تبعون الباتش هاي راح تكون مختلفة عن اللي على يمين. وهذا الإيمج كونفولوشن، أنا بس بعمل ريفرشنج سريع قبل ما أحكي عن الجراف كونفولوشن. في عندي سؤال من محمد طهبوب، like factorize for complex structures. مش عارف عن بالضبط عن إيش عم تسأل. الفاكتوريزيشن، لما أحكي factorize a matrix، الفاكتوريزي matrix فيك تعمل مثلاً eigen decomposition، هذا عبارة عن factorization matrix، أو فرضاً singular value decomposition، هذا عبارة عن decomposition of a matrix. وهدول ال eigen decomposition أو singular value decomposition عندهم objective معينة، عندهم بدهم يخففوا ال error بين factorized form، يخفف ال error بين original matrix. بيقيسوا ال error باستخدام ال Frobenius norm أو ال Euclidean distance. الobjective ما قلتها قبل شوية، بتخفف ال error باستخدام ال cross entropy. يعني basically on a very high level، إذا عندك أنت matrix بدك تعمل approximate ب another smaller matrix، بحيث إنه مثلاً عندك مثلاً matrix n by n، بدك عندك two matrices فرضاً n by 5 و n by 5، دول two matrices تضربهم ببعض، تضرب ال n by 5 تضربها بال n times 5 transpose. يعني عندك مثلاً matrix مربعة، تضربها الماتريكس مربعة ب two matrices انحاء زي هيك، هاي الماتريكس الأولى هاي الماتريكس الثانية، تحكي لما أضربهم من بعض بدي إياهم يعطوني قيمة الماتريكس بكثير، تمام؟ فكيف بدك تقارن الضرب تبعون هدول بهاي؟ بدك objective function، فبتحكي بدي أضرب هدول بعض بعطوني n by n، عندي already n by n، بدي أقارن هاي بهاي أخلي small difference بيناتهم. small difference بنحسب بكذا طريقة، فيك تحسبه entry wise اللي هو Frobenius norm، فيك تحسبه cross entropy، بس ما كنت أدخل بالديتيلز كثير. إنه في فينا حسب الـ difference between two matrices، بس فيك تحكي Frobenius norm، بدك تخفف الـ Frobenius norm، معناته أنت عم تعمل top k eigen decomposition أو top k singular value decomposition. وإذا بدك برضو ابعث لي، ما عندي مشكلة أشرح أكثر. أوكي، طب إحنا شرحنا عن الـ image convolution شوي، هلا ممكن نصير نفكر إنه كيف بدنا هذا نغير مفهومه للجرافس. إيش يعني بالضبط؟ يعني الصورة هون عبارة عن جراف، ليش لا؟ عندي كل نقطة حمراء عبارة عن نود على الجراف، وهون عندي أدج. الأدج بيكون لما يكون البكسل مجاورة بكسل أخرى، فعندي هاي النود مربوطة بأربعة كونكشنز. بالواقع كل نود هون بالصورة مربوط بأربعة كونكشنز، إلا النودز الجايين على الحيط أو على الزاوية. فبيسكلي هاي إحنا نسميها regular graph. شو يعني regular graph؟ يعني كل نود عنده نفس عدد الكونكشنز، هيك يعني regular graph، تمام؟ بس هي عبارة عن جراف. بس احنا هلا انترستد انه نعمل جنراليزيشن، نصير نفكر بالكونفوليوشن كيف هيك عم بيصير، ونصير نفكر طب كيف لو كان في الجراف مش ريجولر. يعني مش ريجولر، يعني مش كل نود المفروض يكون عنده نفس عدد الادجز. يعني طلع على الفيسبوك، في ناس عندهم مثلا 100 فريندز، عندهم في ناس عندهم 500 فريندز. كيف نعمل كونفوليوشنال نتورك اذا ما كانت ريجولر، ما كان كل نود عنده عدد نفس النيبرز، حيث انه ما بقدرش اجيب فلتر واحركه على الجراف. إنه هون الفلتر، لأنه أنا عارف عدد النيبرز، فبصير شكل الفلتر محدود بطريقة سهلة. بس لما يكون كل نود عنده عدد نيبرز مختلفة، بصير صعب أعمل له convolution زي هيك بالضبط. فبنصير نفكر كيف بدنا نعمل نحول من هاي الفورم اللي graph convolution. فأنا أصلي regular graphs هي زي الصورة للgraphs مش regular، يكون كل نود عنده عدد مختلف من الconnections. ف
في كثير بيبر بيحكوا لك اوكي احنا عم نقترح نسويها بالطريقه الفرعيه، ما راح نلخصهم كلهم بس راح نحكي عن اكثر وحده مشهوره، و يعني تقريبا هو ما في كثير وقت يمكن خالص فيكم هاي الصوره، بس شو حكيت شو بيصير باللاير بالجراف كونفوليوشن. هذا ابسط طريقه تعرفوا فيها الجراف كونفوليوشن. عندك هون جراف وهاي الجراف عندك فيتشرز، يعني مثلا عندك x1 x2 x3 x4 هذول فيتشر فيكتور تبع كل نود، وبدنا فرضا انه في بعض النودز عندهم ليبلز وبعض النود ما عندهم ليبل، بس بيسكلي جراف كونفوليوشن بيحكي لك انا بدي اخذ الانبوت تبعون اللاير اللي هي الفيتشر فيكتورز تبع كل نود، بدي احولهم لفيكتورز اللي هو الاوتبوت تبع اللاير، نسميهم ليتنت فيتشرز. ف H4 فرضا بده ينحسب من X4 والنيبرهود تبعت 4، ايش الناس اللي حواليه اللي عنده edges، ف او مثلا 3 بده ينحسب من X3 والنيبرهود اللي هي X4 و X2 بهالحاله. اوكي، ولو هاي العمليه عملتوها اكثر من مره، يعني مثلا تحسبوا هاي 3 من النيبرهود تبعتها والى اخره لحد مثلا at layer L، اذا تنفذ هاي العمليه L number of time تحسب انت H3L بين النيبرهود تبعتها. تمام، هذا السؤال اللي بيطرح نفسه، كيف بالضبط المعادله الرياضيه اللي بدها تحول لي من هاي القيم لهاي القيمه؟ والمعادله الرياضيه بعطيكم اياها هلا الماتريكس فورم. هاي هي المعادله الرياضيه. فهاي المعادله الرياضيه شو بتعمل؟ تضرب عندنا الانبوت ماتريكس الاتش اللي هي الاتش هاي اتش، ارجع 1 سلايد ابوف، هاي عندنا الانبوت فيتشرز X1 through X6 فرضا. هدول اخذناهم بماتريكس واحدة بنسميها الماتريكس كابيتال إكس، أو بنسميها الفيتشر ماتريكس. هاي أخذناها فوق 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 أول ما بلشنا نحكي بالتوك، كان الفيتشر ماتريكس هيك شكلها. كل رو عبارة عن نود وفيها الفاليوز تبعونه، تتذكروا يعني عمره، إذا بحكي إنجليزي إذا عايش بكندا ولا عايش بأمريكا، هاي بيسكلي عبارة عن رو بهاي الماتريكس. فالماتريكس هاي رح يكون فيها لكل نود عبارة عن فيها معلومة لكل نود. وهاي الماتريكس H هاي نفس الاشي، هاي برضو فيها لكل نود عبارة عن معلومات. تمام، يعني عدد الروز فيها هي عدد النودز، وعدد الكولومز تبعون الانبوت هي الانبوت فيتشرز، عدد الكولومز تبعون ال H basically هذا it's up to us, it's up to the machine learning programmer. وهلا بدي اشرح لكم بالضبط شو عم بيصير. ال X ماتريكس هاي خلينا برضو نسميها X0. تمام، هلا بدي اعمل انرول انا شوي. اوكي، عندي هاي الماتريكس، لو انت كنت على الانبوت افترض انه هاي اكس، يعني هاي انت على اول لاير، بدك تحسب من قيمه اكس بدك تحسب شو الفاليوز اللي على H1، يعني اول اوتبوت اكس. اجين فيها 1 انتري 1 رو بير نود، لو ضربتوها بالشمال، انا سوري انا اخذت النوتيشن تبعت البيبر اللي هي هاي كيف ان وين، بس هاي الاي اللي عليها طربوش من فوق هي عبارة عن الـ transition matrix. فأنت تضرب الـ transition matrix times x، أنت عم تعمل averaging، تأخذ average تبعون كل الـ neighbors تبعونك، فهاي بتأخذ الـ average تنضرب على اليمين بـ trainable weight. هاي الـ trainable weight عبارة عن matrix اللي احنا نسميها trainable filter. تمام، أوكي، وهاي مندخل هذا الضرب من دول 3 matrices جوا activation function. مثلاً ريليو، أنا ما اشرح شو ريديو بس اي هوب انكم تعرفوا شنو ريديو او تايم اتش. تمام، وهاي بتعطينا الاوتبوت تبع هاي اللاير. طبعا هذا القص بتصير كذا مره، ممكن تصير مثلا ثلاث مرات اذا عندكم 3 دف، يعني عندكم جي سي ان او جراف كومبيشن نتورك اوف دف 3، بدك تعمل هاي الحركه ثلاث مرات. انت بس بدك تحط اتش ال، بدك تبلش 0 بعدين ال بتصير 1 والى اخره. فانا هون انا حاطط بالضبط المعادلات في 5 تنحسب الاي هات. بتقدر تعتبروها زي الترانزيشن ماتريكس، مفترض ندخل بالتفاصيل اليوم. و اوكي كنت بجيكم اكشن يمكن مش عندي، اوكي مو عندي الايكويجن كامله كيف ندربها اكشن، هاي انا عاملها سكيبنج. اوكي تمام، يعني اذا بنحط تو لايرز، كيف تو لايرز؟ هي عندنا الاكس ماتريكس بنحطها هون، هاي الاكس ماتريكس بتنضرب بالشمال بالترانزيشن ماتريكس وباليمين باي دبليو 0، بنعمل ترين لدبليو 0، هذا بصير الاوتبوت. هي عم باشر عليه تبع الفيرست لاير، الاوتبوت تبع الفيرست لاير بيكون هو الانبوت تبع السكند لاير، معناته برجع بنضرب بالشمال باي ترانزيشن ماتريكس باليمين باي دبليو 1. تمام، وهذا احنا ممكن وقتها بعطينا دائما ك
كم من رو بعطينا؟ بعطيني دائما n number of rows لأنه الدمنشن تبع تاي n. وكم number of columns؟ حسب ما احنا بنحدد الكولمز تبع w. usually احنا بنعمل كولمز تبع w يكون عددهم عدد number of classes. يعني فرضا انا اذا عندي the classes تبعوني 10 يعني كل نود can belong to up to 10 classes. لأعمل w هاي عندها 10 columns وراح ابلشهم random. بلش w0 random وبلش w1 random. ويوجوالي ايش بدي اعمل؟ انا بدي اعمل running the convolutional model هي 2 layers وبدي اتاكد انه الاوتبوت تبع هذا الموديل رو باي رو مطابق للليبلز اللي عندي. لو انا بعرف الليبل تبع النود الاول مثلا الباين فيكتور الفلاني، الليبل تبع النود الثاني الباين فيكتور الثاني، بدي احسب احكي انه هذا لازم يعطيني ماتريكس تكون شبيهه للباين فيكتورز اللي هي الليبلز تبعون الاكزامبلز. خلص الوقت، ما عندي وقت المره. بدي اشوف اذا عندكم اسئله. اذا ما عندكم اسئله اعطيكم دعايه شوي عن البيبر الجديده، بس ان مين وايل بحب اشوف اذا انتم عندكم اسئله. اولا نشكرك كثير سامي. اذا اي حدا عنده اي اسئله اي تعليق ممكن طبعا يكتبه على الشات وممكن انه يحكي اوديو بصوته. تسلم عيسى. السؤال ممكن بسم الله، هلا لو في انت عندك يعني برودكشن داتا يعني جراف داتا بيز نيو 4 جي خلينا نحكي، ففي عندك كميه داتا كل يوم تدخل كتير كبير من ناحيه ما كانفراستراكشر، انت كيف ممكن تبني شيء يعني يفيدك جد بالبروسيس؟ يعني مش هو غالبا سوشيال نتورك دائما في شيء جديد، مثلا ممكن انت تدخل سوشيال نتورك على بلد جديد فانت كل يوم لازم يكون في عندك شيء جديد. اما اذا اشتغلت مره واحده مثلا على الجراف اللي عندك طلعته اوف لاين، عملت تريننج، طلعت بريدكشن الى اخره، يعني ممكن يكون ذو فائده بس مش كثير كبير. كيف ممكن تعمل انفراستراكشر يعني شيء يفيدك يعني دائما؟ تمام. في كثير كثير طرق. يعني فرضا في شيء اسمه يعني اكبر سوري اول مثال ممكن او اول مساعد ممكن اعطيك اياها، شيء اسمه سيلف سوبرفايز تريننج. ايش يعني self supervised training؟ انا احنا هون كنا عم نحكي عن صياغ نورال نتوركس. يعني حكينا شوي عن الابلكيشن تاسك بس ما حكينا كثير. حكينا صياغ نورال نتوركس، حكينا في عندك شيء اسمه graph convolution. هذا graph convolution عم بعطيك يعني بيسكلي ببلش بالانبوت فيتشر فيكتور لكل نود، بعطيك hidden latent فيكتور لكل نود، بتطبقه أقل من المرات بعطيك بعدين هون فيتشر فيكتور. هلا عاده انت بتقدر تعمل loss. يعني شو يعني loss؟ يعني فرضا تحكي انه انا بدي في شيء معين بدي اعمله بالابلكيشن تبعي. طبعا الابلكيشن تبعك انت حسب الابلكيشن تبعك، ممكن بعرف شو في بالنيه زي الداتابيس تبعتك بالضبط، بس ممكن انت عندك نود ليبلز او ممكن انت بدك تعمل بريدكشن انه يكون في ادجز بيناتهم ولا لا. يعني شو التاسك تبعتك هاي انت بدك تفكر فيها، بس بيسكلي بتستخدم انت القيم الموجوده هون بحيث تعمل التاسك تبعتك سواء كانت نود ليبلز او لينك بريدكشن. ولما تعمل التاسك باستخدام هدول بدك تعمل اوبتمايزيشن، بدك تحكي انا بدي هاي اكيرسي على التاسك. فلما تعمل اوبتمايزيشن اللايرز هذول راح يتعدل قيمهم، راح يصيروا اكيوريت، راح يصيروا يعطوك ترانسفورميشن بحيث انه التاسك تبعتك بتصير بهاي اكيوريسي. لو الجراف كبرت اتس اوكي، هذا الموديل بحد ذاته بياخذ دائما كل نود والحاره تبعتها والحواليها حتى يحسب شو الفيتشر فيكتور اللي بيطلع الناتج بالاخير. ف يعني حتى لو عندك نيو نودز نيو ادجز مش ضروري تعمل تريننج من اول بجديد. اذا انت استخدمت هذا الموديل لانك انت بس دوينج انفرنس بتعطيه لهذا النود يعمل لي انفير للاشياء المعينه، طبعا حسب ما انت دربته الاشياء المعينه سواء دعايات او البريدكشن الى اخره. في نوع من المودلز اللي كان افرجيها من قبل اللي هي الامبيدنج، هذيك تضطر تعمل ري تريننج. هو السؤال هل لازم تعمل ري تريننج فروم سكراتش ولا في طريقه تعمل ابديتس؟ تقدر تعمل اثنين، تقدر تعمل ريتيرن اجين كل ما يجيك معلومات جديده، تقدر تعمل ابديت كويكلي اذا انت عندك معلومات جديده. بوت تقدم عليهم بيبرز على الانترنت كيف تعمل مثلا انكرمنتال ابديتس فرضا لامبيدنج مودلز. بس انا حكيت لك جراف كونفولوشن ما بحتاج يكون الجراف كلها معروفه اصلا. في بيبرز هذول اذا بتقراهم واذا بدك تبعث لي ايميل بعطيك اياهم، بعمل تريننج لجرافس معينه، بعمل تيستنج على جرافس مختلفه كليا وبظبط بعطيهم جود اكيوسي. جاوبتك على سؤالك؟ نعم شكرا جزيلا. نعم تسلم عدنا. طب اتوقع ما في اي اسئله اخرى.
حاب اشكرك مره ثاني سامي، واذا بتقدر تعمل كمان زي ما حكيت شوي دعايه للبيبر الجديده، في ما دام بتحكي انه في بيبر جديده فات ود انترستينج تو نو. تمام اوكي، هاي البيبر الجديده ايش عملنا؟ احنا جبنا داتا سيتس، الداتا سيتس هاي عباره عن صور، وبيسكلي كل صوره وصوره بنحط بيناتها ايدج ونكتب عليها شو المعلومه اللي موجوده بالصوره اللي على اليمين وموجوده بالصوره الشمال. فرضا نحكي هاي صوره كي وهاي صوره كي، مع انها شكلها مختلف لونها مختلف، هذول بنحكي هم دي شير ذا لتر، الحرف نفسه. فرضا عندنا هاي الصوره وهاي الصوره، نحكي الحجم تبع الحرف نفسه سايز، او مثلا هاي وهاي نحكي لون الباك جراوند نفسه، تمام، او نحكي مثلا هون الخط نفسه، تمام. فعندنا كل صوره عندها ادجز مع كل الصور، والادج مكتوب عليها شو هو الشيء الشير بين الصوره والصوره، تمام. فبدنا احنا ايش نعمل؟ بدنا يمكن افرجيكم بالاخير شو البرودكت تبعنا. البرودكت تبعنا انه واحد بيحكي لي بدي صوره وصف، ما بيحكي لي يعني ما برسمها الصوره، بيحكي لي انا بدي صوره الاوبجكت اللي فيها هو هذا، بده هذا الاوبجكت صح، فرضا بدي اياه متجه بهذا الاتجاه، بدي اياه يكون على هاي الباك جراوند، يعني باك جراوند عشب وصوره تراب، بنروح نرسم الصوره هاي، مع انه هاي الصوره احنا عمرنا ما شفناها. او ممكن واحد يحكي لنا انا بدي هذا البني ادم هيك بدي اياه شكله، بدي اياه يطلع بهذا الاتجاه، بدي اياه يكون مبتسم عنده هذا الاكسبرشن، نروح نرسم له اياه، تمام. احنا هذا البرودكت تبع النتورك تبعنا. فهلا السؤال كيف دربناها؟ فهلا راح اقول لك كيف دربناها. كيف دربناها؟ احنا بس نجيب الداتا سيت، ناخذ احنا طبقناه على كذا داتا سيت، بنحكي انه قد ايه عدد الاتريبيوتس. فرضا عندنا ثلاثه اتريبيوتس، فرضا انه هو فونتس ولتر وسايز، فرضا تمام. او خلينا نطلع هون، يعني هون عندنا احنا فرضا عندنا 3 اتريبيوتس، نحكي انه مثلا الاتريبيوت الاول خلينا نلونه بالاحمر. اوكي، اول شيء في اسمه اوتو انكودر. الاوتو انكودر اللي هو بياخذ صوره فرضا، بنعمل لها انكود الصوره، بحطها ب زي بفكتر معين، فرضا انه السايز تبع الفكتر 100 يو 100 قيمه. وفي عندنا ديكودر، الديكودر بروح بحمل هذا الفكتر اللي فيها 100 قيمه، بعملها ديكود، واحنا بندربه بنعمل له تريننج بحيث انه الصوره اللي داخله والصوره اللي طالعه تكون شبيهه لبعض او فيها نفس البكسل فاليوز. هذا الاوتو انكودر شيء معروف، طبعا احنا مش احنا اللي اخترعنا، هذا موجود صار يعني عشرات السنين. الشيء اللي احنا عملناه، حكينا اوكي الاوتو انكودر تبعنا بدنا نحدد له بحيث انه اول فرضا خلينا نحكي انه عندنا 100 دايمنشن، نحكي له انه اول 50 دايمنشن بيمثلوا لنا اتريبيوت 1، والاتريبيوت 1 خلينا نحكي الايدنتيتي اللي هو مثلا نوع، يعني مثلا السياره شنو نوع السياره فرضا، او اذا وجه بني ادم مين هو هذا الشخص، نحكي له بدنا هذا الاتريبيوت، نحكي له هاي بتمثل لنا الشكل، نحكي له انه مثلا هاي الاتريبيوت تمثل لنا مثلا الاتجاه، وهاي الاتريبيوت تمثل لنا طبعا هذول الاي دي او الشكل والاتجاه والباك جراوند، هم عباره عن انواع الاجهزه اللي اجت عندنا بالجراف. احنا بنروح ايش نعمل هلا؟ احنا بنروح نعمل سامبل على الجراف، نعمل سامبل لاي ايدج. نحكي فرضا انا بدي اعمل سامبل لايدج مثلا اللتر، بروح بجيب اي ايدج مكتوب عليه لتر وبسحبه، لما اسحبه باخذ مع النود اليمين باخذ مع النود اليسار، تمام. فنرجع لهذا المثال هنا، انا هون سحبت اي دي، يعني انا سحبت من الداتا سيت صورتين والاوبجكت اللي موجود فيهم عنده نفس الاي دي. بروح بعمل انكود الاول، بعمل انكود الثاني، تمام، وبعدين بحكي له اوكي انت عندك نفس، انت عم تدعي انه عندك نفس الاي دي تبع هاي الصوره. طب اذا هيك انت عم تدعي انه راح ابدل الاي دي تبعكم، راح اجيب الليتنت فيكتورز تبعون الاي دي وابدلهم مع بعض، ولما بدي اعمل لك ديكود بدك تعمل ديكود لحالك انك انت بتدعي انك انت نفسك، تمام. او مثلا بجيب صورتين عندهم نفس الباك جراوند، يعني هاي الصوره وهاي الصوره عندهم من الباك جراوند، بحكي له اوكي انت عندكم نفس الباك جراوند، طب بدي اعمل انكود بالصوره الاولى واعمل انكود بالصوره الثانيه، بدي احمل الليتنت فيكتورز تبعت الباك جراوند تبعت الصوره الثانيه والصوره الاولى وابدلهم مع بعض، وبدي اعمل ديكود، بدي كل صوره تعمل ديكود لنفسها، تمام. فبالاخير لما نعمل هذا الجروب بتصير انه بصير نقدر نساله اسئله كومبوزيشن، يعني ارسم لي صوره الايدنتي تبعها هيك والبوز تبعها هيك والسبشن تبعها هيك، بعملها وقتها بنعمل انكود للثلاث الصور الانبوت، ناخذ من الدايمنشنال فيكتور الايدنتي تبع الصوره الاولى، من الصوره الثانيه ناخذ البوز تبعها، من الصوره الثالثه ناخذ الاكسبرشن تبعها، نعمل ستيتشنج توجذر، يعني كونكاتينيشن، نحطهم جنب بعض، بنعمل ديكودينج، بيطلع لنا الصوره هاي. بس هي هاي
وهي اسمها zero shot synthesis with group supervised learning من قبلت بي اي سي ال ار هاي السنه يعني المفروض نعملها presentation بعد شهر ان شاء الله تمام بس خلص الدعي انا عندي سؤال عنها اللي هو فعلا بيسكلي الشيء اللي بتسويه بيشبه اللي بيسويه الجانز بس بطريقه مختلفه صحيح اوكي بس طيب بس فيري مختلف ما شاء الله اوكي بس فيري كول 100% هو الجان صعب التريننج تبعه انه في اسمه مود كولابس في صعوبات معينه انها تترينت بس الاوتو انكودر سهل ينعمل له تريننج احنا نعملها ترين لاوتو انكودر بس الشيء الوحيد اللي عملناه انه نحكي له كل اتريبيوت نفصل له السبسيت من فيتشر فيكتور واحنا لما نعمل تريننج ما بنعرف شو هو الحجم او شو الخط بنعرف انه هذا الحجمه زي هذا بس ما بنعرف شو قيمه الحجم سواء 5 او 6 او 7 نعرف انه هذا نفس الكلر عنده زي هذا بس ما بنعرف شو انه هذا لونه احمر بس نعرف انه ايش المشابهين مع بعض فقط لا غير فبس لانه الاوبجكتيف فانكشن تبعتنا عباره عن فروبينس او اللي هي difference between two vectors أسهل كتير من الجان ما عندنا two networks اللي هي discriminator والgenerator هذاك صعب تريننج تبعه هذا أسهل وبرضه هذا بخليك تعمل composition الجان ما صعب تعمل composition صعب كتير إنه بدي مثلاً صورة شكل زي هيك متجه زي هيك عامل زي هيك صعب تعمل composition بس هذا أسهل تعمل composition هيك إحنا أو عندنا experiments على الجان إنه مفاجئ إنه هذا أحسن بأشياء معينة شكراً جزيلاً شكرا مرة أخرى سامي بصراحة very very nice very richful يعني بصراحة تيك توك أنا بحب أذكر إنه this was recorded إن شاء الله رح يعني رح تقدر تحضر والrecording يعني within إن شاء الله 3-4 days maximum سواء كان على our Facebook page أو على YouTube channel plus ما بعرف if Sami as far as I understood you are okay with sharing your contact information إذا أي حدا كان عنده استفسار عنده سؤال plus السلايدات كمان راح نشيرهم شكرا Sami وشكرا جميع للحضور شكرا لك عيسى وفيصل ويزن على الأورجانيزيشن تبعت هاي وشكرا للحضور جميعا شكرا جزيلا